الفل والهنا والسعاده والحب والرضا عليكي احلى واجمل ولذ حاجه في الدنيا كلها. اسك رضوى واسال رضوى، دايما انتوا بتبعتوا اسئله وانا بقول انا لو كنت مكانك كنت هعمل ايه، لكن من حين للاخر اكتشفنا ان احنا لازم يبقى معانا صوت رجالي، صوت ذكوري، صوت نسمع على الاقل نغش يعني نفهم الناس دي بتفكر ازاي. ما هو العلم بيتطور والطريقه بتتطور والاداء بيتطور والحاجات بتتطور، فقعدنا نقول مين يا عبد السميع، مين يا عبد السميع، مين يا عبد السميع؟ هو ليه هو؟ لان انتوا بتحبوه واحنا بنحبه وجمعاه، وبعدين هو تفكيره يعني في كتير من المنطقيه. وبعدين اول مره كمان قلت ايه نشوفه، احنا دايما بنستضيفه في فنجان قهوه، قلنا نشوفه بقى كده ايه توم اند جيري كده هنعمل معاه ايه، هنتفق ولا نختلف؟ استاذ عمرو منتصر منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. نورت يا عمرو. ربنا يخليك. عمرو صديق البرنامج ولسه كان شايف مهازل من شويه، فالاعداد بيقول لي ايه ازاي نعمل كده قدام عمرو؟ طب يا جماعه عمرو ده عمود من اعمده البرنامج، والله منور. ربنا يخليك يا يلا نبدا اول مشكله. يلا. طيب. انا كنت مرتبطه بواحد من واحنا في المدرسه. واحنا في ثانوي واما كنا واما كنا بنتخانق كنت بقول كل حاجه حرفيا للبست فريند بتاعتي اللي هي صاحبتها الصديقه الانتيم، اعتقد ان هو ده الفخ، هنشوف سوا توجذر. وكنت بحكي لها على اي حاجه كان بيجيبها لي او بيجيبها عموما في حياته، بكلمها عن اهله عن تفاصيله كان بيقولها لي علشان انا كنت بعتبرها اختي واكتر، والله العظيم واكتر. وهي عارفة ان انا كنت بحب الشخص ده قد ايه، وانا اهلي واهله كانوا عارفين اننا مرتبطين. انا فجأة لقيته بيقول لي اننا مش هينفع نكمل مع بعض، وبعد كده يا حبيب قلب مامي، بعد كده لقيته بيقرا فتحة البست فريند بتاعتي. لا ما شاء الله. وهنا وللعلم هي كانت عارفة ان احنا بننفصل وما بينتش حاجة خالص، ولا كانت موضحة لي علاقتهم ببعض. معاك الميكروفون. لا هو اصل من اول سطر واضح الموضوع، واضح هو دخول اي حد طرف ثالث في العلاقه ده شيء غلط خالص. على فكره مش شرط ان يكون حد هيخطف عريسي، بس اي حد، دخول اي حد في العلاقه غلط، حتى الاهل، دخول الاهل ان هم يعرفوا التفاصيل غلط، لانه العلاقه دي ربنا مخليها اتنين لوحدهم. حتى الاهل احيانا لما البنت تحكي لاهلها ده اتخانق معايا، ده قال لي كذا، هما بيتصالحوا اخر اليوم والاهل بيشيلوا بال 20 30 سنه. انا بتفق معاك. وعشان كده حالات طلاق كتير بتكون هما نفسهم مش عايزين يتطلقوا، لكن بقى في شحن، الشحن جاي من ان الاهل او مش الاهل، الاهل او الصحاب. صحاب. ده جانب الاهل بس، والناس بتشيل وان الناس ما بتنساش، ده ناحيه. الناحيه الاخرى انه لما الانسان بيحكي عن حياته في ناس كتيرة جدا انت الحاجة اللي انت بتحكيها كأنها مش نعمة، هو مفتقدها، فافتقاده ليها ده شيء انت لازم تقدره. مش معنى كده ان هو هيحسدك او هيغل منك او بس هو مفتقد حاجة انت بتحكيها وكأنها مش نعمة عندك. وعايز اقول لك حاجة تانية كمان يا عمر، فكرة انه يبقى في تدخل من الصحاب بالطريقة دي، اولا كل واحد فينا عنده رأي وعنده طريقة تفكير غير التانية، فممكن مثلا هي تنصحها حتى لو ما خدتوش منها، هي تنصحها بشيء يخرب العلاقه دي جداً. او صاحبه يقول له شيء يخرب العلاقه دي، او لو هم قريبين قوي صاحبه يقول لها هي فيخرب العلاقه دي. فبالتالي انا معاك جدا في فكره انه التدخل يبقى بحدود العلاقه دي، بتبقى علاقه ما بين اتنين مش ما بين ثلاثه. و كمان انا معلش عايز اضيف حاجه في دي، انه سبب كبير جدا من اسباب المشاكل انه كل واحد بيقول اللي من وجهة نظره ينفع او اللي لما جربه نفع. مظبوط. فانت جربت مع زوجتك شيء جيت تحكيه لصاحبك خربت له حياته. صح. لان انت متخيل انه زي ما هي نفعت معاك هتنفع هتفهم مع التاني. لكن في حاجات اسمها ظروف، في خلفيات، هو خلفيته عامله ازاي، متجوز واحد عامله ازاي، حياتهم الماديه عامله ازاي. طيب اللي بعده. انا بحب واحد وسابني ومش عارفه اتخطاه، ومش عارفة أصدق إنه خذلني وسابني من غير سبب أو عشان مضغوط ومش قادر يكون في حد في حياته دلوقتي. مش قادرة أصدق إنه مش بيحبني وإنه ضحك عليا مثلا وزهق مني يا رضوى. أنا كلمته وترجيته كتير إنه ما يخذلنيش كده وعاتبته كتير. أنا كارهة نفسي وضعفي من جوايا، خايفة أبقى معاه تاني أصلا، بس أنا مش مرتاحة كده ومش عايزة أصدق الخذلان ده، وحاسة إني بكرهه وبحبه.
اعمل ايه يا رضوى؟ الصح ايه؟ مش عارفة انا عايزة انتقم ولا عايزة يرجع عن قلبي بيتحرق. طيب هو هقولك على حاجة، هو لو الانسان عارف الـ 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 كل المشاكل اللي بتحصل والانفصال اللي بيحصل قبل الجواز، انا بقول مبروك، لانه بتبقى نعمة كبيرة قوي. انت مش عارف، انت مش عارف ايه اللي هيحصل قدام ده. لما بشوف الناس بيقولوا لي احنا اتجوزنا بس كان في كذا وكذا وكذا في الخطوبة تخطيناه، اقول لهم حرام عليكم، ده كان لازم تسيبوا بعض في الخطوبة. يعني اللي بيبقى في قبل الزواج اي شيء بيخلي العلاقة تنتهي، بقول لهم يا جماعة ده انتوا يعني ربنا بيحبكم، انتوا بتعرفوش ايه اللي هيجي قدام. فلا، هي تتخطى، لانه ده ما كانتش علاقة صادقة او ما كانتش علاقة كويسة، والافضل ليها انها يجي لها واحد يقدرها. لان تخيلي واحد زي ده لو كانوا اتجوزوا كانوا يعيشوا ازاي؟ ما عندكش مبرر خالص للراجل اللي سابها؟ مبرر لايه؟ يعني واحد بتقول ان هو شايف ان هو ممكن يكون زهق منها او ضغوط الحياه خلت. هل انت متخيله ان في واحد بيلاقي واحده في الزمن اللي احنا فيه ده مرتاح معاها وبيسيبها؟ طب ما هو العيب ممكن يبقى منها. ممكن، لازم تبص في نفسها، ولكن لو حتى في كده هيبرر لها، مش هيبقى الموضوع من غير سبب. برافو عمر، برافو. هيبرر لها طبعا، هيوجد لها مبرر اكيد عشان ما يسيبوش بعض. طبعا برافو عمر. مش عارفه اختلف معايا، مش عارفه اعمل ايه. لا انا اختلف، الضفيرة دي مجننيني يا جماعه. ان شاء الله يعني هي دي كانت المشكله اللي عمر حاضرها، وهنفكها هفكها حالا والله هفكها حالا. انا كنت مع واحد لمده سنه مع بعض، وكان بيقول لي هعمل عشانك اي حاجه، وكان بيحبني قوي. ما ده العادي يا جماعه، ما هم بيقولوا كده في الاول، او كان بيبين لي ان هو بيحبني. ما اعرفش، بس بعد سنه اتقدم، ولما بابا طلب منه شبكه كبيره شويه بدل ما يتكلم مع بابا او يقول له ده كتير او يحاول يشوف حل، راح قال لبابا على العموم كل شيء اسمه ونصيب، وقال لي انت تستاهلي الاحسن مني مليون مره، لكن انا مش هحاول في حبل مقطوع علشانك انت. وعمل لي بلوكات من كل حته، وبعد خالص. انا ما بقتش عارفه هو ازاي عرف يبعد بسهوله كده ويكمل حياته عادي. انا ما كنتش وحشه معايا رضوى، هو ممكن. لا، هو هنا بقى في حاجات احنا مش هنعرف نقراها، وهي احنا بنتكلم فيه. هي بتقول انه باباه او باباها طلب منه شبكه كبيره شويه. كبيره شويه دي يعني اللي هو ايه؟ اللي هو هل فعلا الراجل مغالي في الشبكه؟ هنا هو غلطان، لانه فعلا ممكن يكون الولد شايف ان هو مش قادر يعمل ده. حلو. وفي الحاله دي الله اعلم بقى التفاصيل اللي حصلت، لان هو لو متمسك بيها هيبقى في ديبيت، هيبقى في مناقشه على انه انا ده مش في مقدوري. لو متمسك بيها سليم، ولكن في ليميت، في حد اذا الاب تمسك فيه الولد او الراجل مش هيعرف. ما هي انا بتقول لك هو ما ناقش الاب. ما انا عشان كده بقول، هل هو شايف ان هو الاب بيغالي؟ هل هو الاب طلب حاجه منطقيه؟ انت كراجل ورايح تتقدم لوحده وشايف انه والدها مغالي جدا في الطلبات، هتتكلم معاه وتقول له يا عمي طبعا والله اللي مش امكانياتي، ولا هتاخد بعضك وتمشي؟ لا لا لا، مقدوري قد واحد اتنين تلاته، ولكن يعتمد على هو برضو التمسك، هو متمسك بيها قد ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الاب يعني في تفاصيل ما نقدرش نقراها. ما نعمل. طب تعالى نطلع فاصل صغير جدا. هنطلع فاصل قد كده وهفك الضفيرتين ونرجع ليكم من هي وبس. فكيت الضفاير وحملها على سلامتي. عمرو منتصر اضطر يقعد يتفرج على المنونه تاني مره يا عمرو. لا لا، بص انا معوداهم على كل، نغير حلقان وجزم وكله كله كله، ولا فيش حاجه. الدولاب هنا موجود ومش معطلين معايا بحاجه. تعالى ناخد مشكله ايه اللي بعديها. انا مخطوبه وبحب خطيبي، ومفروض ان هو بيحبني. خطيبي كذاب في اي حاجه وكل حاجه، وبكتشف كل شويه لانه نساي بشكل رهيب، بداعي او بدون داعي. كذبه في مواقف كتير بيخليني زن 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 رهيب. عشان يرد ما بيردش، تعبت معاه واهلي شايفيني غلط. بيقول لي كل الرجاله كذابه، بيقولوا لي اهلها بيقولوا لها ان كل الرجاله كذابه، تعايشي مع العيب وتغفلي عنه. وانا رد فعلي قوي ولتاتة، وهو زهق وانا تعبت. علاقه يعني بص مضروبه في السنبلاوين في انا عندي 28 سنه، ما بعرفش اتعامل مع الناس، بريئه بطريقه ساذجه يمكن غبيه، بس اكيد نفسي اتجوز وابقى ام. طيب هو احنا مبدئيا الكذب ده صفه
أسوأ الصفات البشرية. وللأسف الكذب لو عارض فبيبقى مرة، بيبقى مرتين، بيبقى حاجات بسيطة أوي. أما لما بيبقى طبع فبيبقى راجل وست. على فكرة مفيش حاجة اسمها الرجالة كلهم كدابة، ده كلام مش صح. في ستات كدابة وفي رجالة كدابة. مزبوط. في ناس معتادة على الكذب وبتستسهل حياتها بيه، وما بقاش دلوقتي بيكذبوا علشان خاطر سبب، بيكذب لأنه خلاص اعتاد. وعلى فكرة الإنسان اللي اعتاد على الكذب من كتر صدقه في الكذب يستحيل حتى لو بالظبط حتى لو حطيتيه على جهاز كشف كذب هيطلع صادق. صحيح. لانه خلاص بقى متعود. فعشان كده الانسان الكذاب ملوش الا اذا هو حب بقى وغير من نفسه، ده شيء عايز اراده قويه جدا جدا. فمن بدايتها اذا لسه بترتبطوا سواء بنت كذابه او ولد كذاب، لا بعيده خلاص من البدايه. شكرا. يعني الراجل الكذاب ده ما بنكملش معاه ابدا 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 ابدا. وانا بتفق شكلا وموضوعا. اصل 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 انت بتقولي حاجات ما فيهاش كلام. يعني يعني عارفه لو لما بيشتموني ليه بقى يا عم؟ طالما بنتكلم في حاجات ما فيهاش كلام، ما هي دي المشاكل. ما هو ما اللي قدامي هو ده كل اسبوع بنتكلم فيه. طب انت بني ادم كذاب، هو راجل او ست، هو ينفع الواحد يتحمله؟ قول لهم لا ابدا. حلو. احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا في المجتمع الشرقي، وانا بشوفها لو لما يخون يقولوا لها صهيني ومهيصي وعدي الليل عشان المركب تمشي. امشي مركب ليه انا مع راجل خاين؟ انا مش قادره افهم قلتم على وشي ولا اروح فين، مش عارف. راجل كذاب وبيكذب عليها ومطلع عينيها، هنا اهلها يقولوا لها ايه؟ تعايشي مع العيب. اتعايش مع راجل كذاب ازاي؟ بصي هقول لك على حاجه. احنا بعد الجواز بيكون في عوارض في الحياه. العوارض دي انا هترجع في كلامك؟ لا لا لا، في عوارض في الحياه. بفرق ما بين انه انسان ما يتعش معاه، وافرق ما بين العوارض. مفيش حياه هتمشي كويسه، مفيش حياه هتمشي طول الوقت ما فيهاش مشاكل. مظبوط. مفيش حياه هتمشي من غير خلل. لكن لما يكون كذاب. لا لا لا، احنا مش بنتكلم على كذاب، انا بتكلم عن خلل. في حصل خلل في وقت من الاوقات. لا ما هو بص، ما هو الخلل ده وارد. ما انا كنت بتجوز، الجواز فيه مشاكل وبنكبر دماغنا. صح كده؟ لا انا بتكلم عن مشاكل اللي انت بتحكي عنها، مشاكل الزوج وعمل حاجه غلط. لا ما هو انا مش هتجوز ملاك. الراجل اللي قدامي هيغلط، وانا عشان انا زوجته ومراته فانا لازم افوت ساعات واكبر دماغي ساعات وابقى متفاهمه ساعات. لكن انا مش بتكلم عن عارض. لا انا بتكلم عن طبع. لا. عن صفه. راجل كذاب، راجل بخيل، راجل خاين. طب هو انا عايز اسالك، هو احنا بتقول له كبري دماغك ومشي عشان المركب امشي المركب ليه انا مع راجل بخيل؟ بقولك ايه، هو مش الصفات دي بتبقى هي زيها في الستات؟ مظبوط. طيب ما هو برضه هو كمان محتاج الرجاله نفسها بتشوف ان في صفات هو مش قادر يتعايش. ما هو بيصرف نفسه بقى. لا ما بيصرفش، ما بيصرف نفسه يا باشا. لا 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 لا, لا بيصرف نفسه. بيروح يعرف واحده تحت بند ان مراتي مش مريحاني، ما ينفعش ان بيروح يتجوز عليها، بيطلقها ويروح يتجوز واحده تانية خالص ويقول لك المدام الاولانيه مش نافعه. ما فيش حاله ان واحد انسان سوي مش قابل ان هو يخون او يعمل حاجه غلط ولكن مش عارف يعيش مع مراته. بيحصل عندك منه طبعا. يا لهوي. لا انا مش فارق لي، مش لا طبعا مش فارق لي انه مش متجوز. بصي بصي، فارق لي عندك ان واحد سوي. ايوه مش عايز يخون. بصي احنا عن في ناس اسوياء ولكن هم اقل. هم اقلاء. هم لكن في ناس اسوياء. اقلاء رجاله وستات. انا بتكلم رجاله وستات. اقلاء اقلاء. لا حضرتك ما ينفعش تقول ان الستات اقلاء في الخيانه. لا لا لا، مش انا مش بتكلم في الخيانه، انا بتكلم في العوارض او مش العوارض، انا اسف، الطباع السيئه. لا انا بتكلم على اقليه الرجاله. انت بتتكلمي في الخيانه يعني الكذابه الخاينه. الكذابه. لا لا لا, لا ثانيه واحده 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 في الخيانه. لا في رجاله كتيره جدا ما بتخونش، في رجاله كتيره ما بتخونش وعندها ده حد ما يقدرش يتخطاه. بقول لك ايه خلي بالك انت المشكله عندك هنا ان اللي بيجي لك. بصي المشاكل كلها شفت انت بقى. معلش بس كوارث. ثانيه واحده، انت في المنطقه اللي فيها كل المشاكل. لكن في بره في حاجات اخرى. فين بره بقى؟ بره المشاكل. بره المشاكل دي عمرو اقول لهم فين يقابلوا؟ فين اللي بره اللي مش خاين ومش كذاب؟ لا بصي في ناس اسوياء، في ناس اسوياء، ولكن لو عايزه بقى تختاري انسان سوي. يعني انت قصدك ان الراجل اللي بيخون مش سوي؟ طبعا مش سوي. طبعا. والست اللي بتكون مش سويه. طب هو يعني في حد سوي؟ ثانيه واحده، في حد سوي سواء راجل او ست هيخون وهو مرتبط او بيحب واحده؟ في كتير سوي. انت اللي تقول، انت المتخصص. يستحيل. يستحيل
يستحيل انسان يكون هقول لك على حاجه. ما هو الخيانه، احنا قبل كده اتكلمنا عن الخيانه. الخيانه هو ان الانسان يفكر او يبقى عايز حد غير اللي معاه. مظبوط. يلا 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 اللي بعديه. بس ما تتحمليش على الرجاله معايا. هتحمل ليه؟ انا اتكلمت يعني وارتحت بقى. انت اللي قلت ليه؟ لا لا لا، انا بقول لك هو امر غير سوي. انا مالي؟ انت اللي قلت. لا طبعا غير سوي طبعا. لا غير سوي، انا موافق موافق جدا. انا موافق على ده، خلي بالك، في الرجاله وفي الستات. الله، لا خلاف، ماشي، لا جدال والنعمه. يلا اللي بعدي. انا عندي مشكله وحيرانه جدا، مش عارفه اعمل ايه. انا متزوجه من 7 سنين وربنا ما رزقناش بالاطفال، علشان جوزي عنده شويه مشاكل في الخلفه. احنا عرفنا بعض اول سنه من الجواز، بس احنا عرفنا بعد اول سنه من الجواز بس كنا كل ده بنجمع فلوس عشان الكشف والتحاليل والعلاج، وكان املنا كبير ان ممكن الموضوع يتحل بالعلاج وشويه ادويه. هو ده اللي كان مصبرني السنين دي. بس بعد ده كله الدكتور قال ان هو مش هينفع يخلف غير بالحقن المجهري، وان الموضوع هيخش له في مبلغ كبير، وانا عارفه ان احنا مش هنعرف نجمعهم. انا من ساعه ما عرفت وانا حاسه ان الدنيا سودت في وشي، وان انا مش هقدر اكمل من غير اطفال. وفي نفس الوقت هو ملوش ذنب في حاجه وبيعاملني بما يرضي الله، وهو صعبان عليا، بس انا في حيره ومش عارفه اقول لحد من اهلي، عشان هم من اول سنه عرفوا فيها هم بيقولوا لي سيبي. ممكن استاذنك ارد الاول؟ اتفضلي. ولو كنت انت العكس، ولو كنت انت الست اللي ما بتخلفش وامكانياتكم الماديه على قدكم، كنت هتقبلي زي ما اهلك قالوا لك من اول سنه جواز بعد ما عرفتي ان هو ما بيخلفش، كنت هتقبلي ان اهله يقولوا لك، يقولوا له سيبها؟ كنت هتقبلي ان هم يقولوا له هنا الدين معاك وهنا الشرع معاك، لازم تروح تتجوز عليها علشان من حقك ان انت تخلف؟ كنت هتقبلي ان انت تكوني زوجه تانيه قاعده علشان العشره والعيش والملح عشان ما يرميكيش في الشارع؟ ايه عيب الراجل الحنين المحترم الطيب التقي اللي بيخاف عليا انه يكون ما بيخلفش؟ ما يخلفش، رزق في الدنيا كتبهولي في صحتي وستري ورضايا وزوجي لما يكون راجل محترم. بعد ما تكفروا يتيم، ده يدخلك ويدخله الجنة يا ستي. يعني إذا كنت أنا بقى ماسكة في الدنيا وماسكة في الآخرة، فالنهاردة أنا لو عايزة حتة عيل وربنا ما أذنيش وجوزي ما بيخلفش، ما أنا أروح أكفل يتيم وأخش بيه الجنة، وفي نفس الوقت ما بقصرش الراجل المحترم اللي بيحبني اللي بحبه اللي فيه ما بيني ما بينه ود وسكن ورحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله عليه. طلقتي منه ورحتي اتجوزتي واحد تاني وخلفتي منه، هنفترض يعني لا قدر الله، وقعتي في واحد كل يوم بيضربك علقه، وقعتي في كل يوم واحد بخيل عليكي مش عايز يصرف عليكي، ده لو كان راجل مش محترم كان بدل ما يجمع الفلوس عشان يروح يعمل حقن مجهري كان طلقك وقال لك هعيش بفلوسي، بس عشان انت عايز تخلفي هو فهو عمل ده، ذنبه ايه؟ لا انت خلاص قلتي كل الكلام. هضيف حاجه بسيطه صغيره بس عليها. هو موضوع الخلفه بالذات هديه، يعني ربنا سماها هديه. صحيح. يهب. فانا ما اقدرش اقول للحد ان المشكله عندك، وحتى لغايه النهارده احيانا تكون انتم متخيلين المشكله عند واحد يطلع عند الطرف الثاني. فدي هديه، وكتير قوي من الناس اللي العلم اختلف وقال لك خلاص مش هينفع ان هم يخلفوا، وبعد 18 سنين خلفوا. طيب احنا ناخد اخر مشكله ونسيب بقيه المشاكل للاسبوع اللي جاي. مشكله نمره 8 يا عمر. تمام. انا ببعت لحضرتك وانا متردده جدا، واتمنى تفهميني. انا بنت عندها 21 سنه، والدي متوفي، عايشه مع امي واخواتي بس هم مش حنينين عليا. المهم انا بشتغل من وانا عندي 17 سنه، وتعرفت على انسان متزوج من خلال شغلي. سيبك انت تردي بقى، مش انا اللي هرد. ده انا مش هرد عادي. من خلال شغلي عنده 33 من خلال شغلي الراجل عنده 33 سنه وهي عندها 21 سنه، كان حنين عليا قوي وبيخاف عليا الاول، كان بيتعامل معايا كاني بنته بس من سنه اعترف لي بحبه. ماشي. وانا كمان قلت له اني بحبه، وطبعا بكلمه من ورا اهلي طبعا
انا مش عارفه اعمل ايه، اوقات بقول هبعد عنه عشان عمر ما ابني سعادتي على حساب غيري، بس والله بكون مش قادره ابعد عنه. انا ببعت لحضرتك وانا بجد موجوعه وخايفه ودموعي في عيني، ارجوكي اقراي اقري مشكلتي بقلبك مش بعينك، انصحيني بلاش تحكمي عليا، انا انسانه كويسه والله وعمري ما اذيت حد. انا هوقف الرساله لحد هنا ومش هكملها. مين قال ان حضرتك عمرك ما اذيتي حد؟ ما انت اذيتي مراته واذيتي ولاده، ما انت مؤذية. ايه فكرة، انا عايزة اعرف ايه فكرة ان واحدة سواء انت او غيرك تدخل على راجل متجوز، واحنا بنقول الراجل خاين، بس هو الراجل ما بيخنيش مع فازة، يعني هو الراجل ما بيخنيش مع انثى الديناصور، هو الراجل بيخني مع واحدة تانية يعني من نفس جنسي، بتعملوا بقى في بعض كده ازاي؟ انا عندي هنا سؤال، طالعين طول النهار عم نقول الرجاله، ما هو الراجل لما بيجي يخون مراته وخطيبته مش بيخونها مع انثى الديناصور، بيخونها مع واحده زيها زيها من بني جنسها. ليه؟ عارفه انه مرتبط، خاطب، متزوج، حبك، مفيش غيره في الدنيا، خلاص هنا محقوم في الدم، مش قادره افهم. بعدين بتقولي مش مؤذيه، اي واحده بتدخل حياه راجل عارفه ان هو خاطب او متزوج وفي في حياته واحده تبقى بني ادمه مؤذيه، مش مؤذيه ليها، مش مؤذيه للست بس نفسها، مؤذيه لنفسها هي كمان، لانه حضرتك بيقولوا بالانجليزي يو داون جريد يور سيلف، داون جريد يور سيلف يعني بتقللي من قيمتك. ليه؟ ليه بقلل من قيمتي؟ عشان بدل ما اخد واحد كامل متكمل باخد نص او ربع او 10% منه، لان هو المدام في البيت فما بيعرفش يكلم حضرتك في البيت عشان هو بيخاف من المدام، والصبح هو في الشغل فهو ما عندوش وقت عشان اجتماعات وبيحاول يعمل فلوس عشان يصرف على نفسه ويصرف على مراته، واذا كان هيتجوزك اصلا ويعبرك وده مش هيحصل. ثلاثه حضرتك هتتفسحي في الضيق، مش هتخرجي، مش هتعيشي حياتك، مش هتنبسطي، اكيد مش هيجيلك شبكه محترمه، ايه عبرك واتجوزك وبتقفل في وشي لو اتجوزك اصلا ولا دخل بيتكو. ليه ما في رجاله محترمه وسناجل وقمر عشان تبقوا فاهمين، وطول بعرض وحاجه تشرح النفس ومحترمين، وعمر هو لسه مدينا حته كده ان في ناس رجاله اسوياء كمان، يعني هتلاقيه قمر وسوي. ليه يا ماما قمر وسوي وابن ناس وحليوه؟ ليه بقى ناخد بقى المتجوز المنيل بس؟ وهو قايل لمراته ها؟ اكيد لا. وقايل لك ثلاثه من الاسطوانات، انا منفصل وعايش في اوضه ثانيه، انا قاعد معاها علشان خاطر عيالي مستني عيالي تكبر شويه عشان خاطر اطلقها، انا متجوزها علشان خاطر امي وابويا ضغطوا عليا وانا هحاول اقنع امي وابويا ان انا اطلقها واتجوزك. صح يا بيبي؟ صح يا عمرو؟ ده انت عامله دكتوراه. الله ما اوبا اتنين ماجستير وسته دكتوراه يا مستر عمرو. الله، الناس المتجوزه دي احنا عارفينهم كلهم والاستوارات بتبقى شغاله. وايه اللي ام العيال؟ ام العيال اصل زمان كان يقول لك ست ونكديه، يقول لك دلوقتي ام العيال على راسي. هو بس ها حقيقي ايه؟ طيب انا هقول لك على حاجه، انا ليا وجهه نظر في الامر ده، انه حقيقي في الـ في الـ في, الـ في الوقت اللي هي بتتكلم فيه ده هي فعلا تعبانه، ولكن هي اخطات بدري جدا عن اللحظه دي، ومفيش حاجه اسمها حب من اول نظره ابدا، حب من اول نظره دي انسيها، واي حد يقول اصل انا حبيت من اول نظره ده اي كلام، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا كلها، مفيش حاجه اسمها حب من اول نظره، لانه اول نظره انت شفت ايه عشان تحب، والانسان عشان يحب بيشوف ايه؟ يبقى بيعجب بشكل، ونكون واضحين كده بشكل، بس انت لسه ما اتكلمتش، انت لسه ما اتفهمتش، انت لسه ما عرفتش اخلاق اللي قدامك ولا صفاته ولا طباعه ولا امتى في المواقف بيبقى عامل ازاي ولا مش عارف سليم، فانت ما حبيتش. بيجي منطقه اختيار في المنطقه اللي في الاول، اني ادي مساحه لحد اصلا متجوز في حياتي انه اعجب بيه واحبه في يوم من الايام. الحب ما بيجيش كده، بيجي لما ندي مساحه لبعض. فعشان كده لو حضرتك واحد من البدايه موضوع مقفول وبيحصل في مش بقى راجل وست، خلي بالك نفس الوضع ده، يكون واحد مع زميلته هو متزوج ولكن ادى لنفسه فتح المجال، هنا لحظه الاختيار،
اللي اختار فيها انه يخون او اللي اختارت فيها انها تخون على فكره. صحيح. هي خانت. خانت. بس هي خانت حد ما تعرفوش. فخانت امتى؟ لما ادت مساحه وبعد كده دلوقتي بقت خلاص تعبانه لانها بتحب. بس بتحب بعد قد ايه؟ بعد مده طويله جدا من اللي كان ممكن تقف عنده وتقول لا انا ما ينفعش دي حاجه غلط. طب انت كمتخصص يا عمرو، هي وقعت في الفخ ده. خلاص. تتعافى ازاي من هذه العلاقه؟ تتعافى ازاي منه؟ تخرج بقى بره الحكايه ازاي؟ اول حاجه اي تواصل يتقطع تماما. اي تواصل يتقطع. تبلكه. خالص. تبلكه؟ ماشي. هو 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 اي تواصل لازم يتقفل. بالظبط كده. اي تواصل لازم يتقفل. واي حتى على سبيل الصداقه مفيش حاجه اسمها صداقه في وضع زي ده. طب ولو معاه في الشغل؟ تتجنب يبقى التعامل في الشغل بس. وان امكن انها تسيب الشغل او تروح شغل ثاني يبقى يا ريت. تقطع ما ينور. طبعا. طب وتعرف تتعايش هي بقى مع نفسها ازاي؟ لازم. بصي هقول لك على حاجه، انت لما تعرف ان الوضع اللي انت كنت فيه كان غلط 100%، لما تعرف ان الوضع كان اللي انت كنت فيه، كل اللي انت محتاجه دلوقتي انك تغير بقى الذكريات، تعرف ان تشيل الـ كل اللي تسبب فيه الفتره اللي تسبب فيها دي الحب اللي كان فاسد ده، دي حاجه كانت فاسده في الـ في الـ في الانسان في في, في ذكرياته وفي تاريخه، دي غلط تماما 100%. ايوه بس انت عشان خارج الصندوق فانت بتقول ان دي كانت حاجه فاسده، لكن هو اكيد في الفتره دي حتى وعشان هو متزوج توتي موتي. بصي بصي بصي، حتى اصحاب القصه حتى اصحاب القصه لازم لما الواحد يقعد قاعده مع نفسه حتى لو كان بيعرف عامل حاجه غلط وبيحب وعايش في الهيمان يعني، لازم يقف وقفه مع نفسه يقول اه انا عارف ان انا غلطان هنا. يبقى في اللحظه دي لازم ياخد اجراء، علشان اكتر من كده انت مش بس هتفسد حياه حد وهتفسد حياتك انت كمان. ممكن اسالك سؤال قبل ما نختم؟ اتفضلي. لو واحده عايزه تتخطى واحد او تتخطى علاقته علاقتها بيه او حبها ليه، وهي بتتخطى تقول لنفسها انا بحبه ولكن انا عارفه انه ما ينفعنيش، ولا تقعد تقنع نفسها انها ما بتحبوش لحد ما تصحى من النوم تلاقي نفسها ما بتحبوش؟ لا مفيش تقنع نفسها دي. احنا لازم نبقى ثابتين من الواقع. الواقع انا بحبه. حلو. لكن الحب ده غلط. الحب ده غلط. الحب ده غلط. كان معانا عمرو منتصر في اسر رضوى واسكر رضوى. هذا الحب فيه سم قاتل، خلي بالك لو سمحتي. شدت يا زيتو بناتي على حبيبات مصر قد كده، بنرجع لكم من هنا وبس. نورانا وشرفانا آية ممدوح. نورانا يوشي. ده نورك والله. آية خبيرة تغذية. وليها في حتة كده عمرنا في حياتنا ما اتكلمنا عليها في برنامج هي وبس، الأمراض المناعية. أمراض المناعة الذاتية أو أمراض المناعة. خلاص. الناس اللي مش فاهمة إيه هي الأمراض دي، أولا عايزاكي تقوليها. أوكي. هي الأمراض دي 100 نوع، فإحنا أكيد مش هنقول 100، بس أكتر يعني أنواع مشهورة. أنا أمأس. أمأس. السكر النوع الأول. خلل الغدة الدرقية اللي هو بيكون مناعي، اللي الناس بتتولد بيه. تمام. وفي كمان الكرونز، في البهاق. ايه كرونز دي؟ كرونز ده بيكون المناعه بتهاجم القولون. فده بيكون يعني في الجهاز الهضمي. طيب. وفي روماتويد، في سيلياك، في كتير قوي، هم 100 نوع. حلو. سمعت بقى انه هذه الامراض او الامراض دي، اولا انا عارفه ان انت عندك قصة، عندك ستوري. يعني انت جالك مرض منهم. ايوه. وبالتالي قررت ان انت تتخصصي في فكرة التغذية المنعية. في فكرة التغذية المناعية، التغذية بسبب في العموم، بس في التغذية المناعية بسبب المرض اللي جالك. شفاك الله وعافاك يا حبيبتي، ربنا يخليك. طيب الناس اللي عندها هذه الامراض اللي انت ذكرتي منهم اهم الامراض اللي هو الام اس، الغدة، ايوه، اللي هي الناس مولودين بيها. السكر. ايوه. القولون. ايوه. البهاء. البهاء. الروماتويد. الروماتويد. حلو قوي. بنتكلم على السته دول. السته دول طلع ليهم طريقه اخرى في التغذيه. مظبوط. ايوه. ايه هي؟ بصي يا ستي، انا هشرح لك الدنيا هتمشي ازاي. يلا. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بنتكلم على امراض، الامراض دي ملهاش علاج، يعني لا يمكن الشفاء منها تماما.
انت كل اللي بيعملوه لك الدكاتره يقولوا لك خدي دواء هنحجم المرض هتعالج منه. لا، نفس الحاجه التغذيه، نفس الدور، نفس دور العلاج اللي هو بيكون مكمل، هما بيكملوا بعض. يعني ما ينفعش العلاج اللي انا باخده اللي هو بيهندل المرض وانا اكل سكر واكل دقيق واكل الحاجات دي واستنى ان انا ابقى زي الفل واعيش طبيعي. لا، انا لازم، انا عليا دور بقى اللايف ستايل، لان انا عارفه ان مفيش علاج. انا دلوقتي كان قدامي حاجه من الاثنين، يا اما اقعد على كرسي متحرك ودي نهايه الام اس اللي كل الدكاتره قالوها لي، او عمى، او مثلا ان انا ما اقدرش احرك ايدي، او ما اعرفش اتكلم، ما اعرفش ابلع. ده كان طريق، انا اخترت طريق تاني خالص، ان انا اشوف الناس اللي نجحت تتغلب على المرض ده نجحوا ازاي. انا دورت على طريقة نجاحهم، وهم ناس قليلين للاسف، اللي بينجح وبيحارب المرض ده بقوه هم ناس قليلين. فانا لقيت التغذيه المناعيه، لقيت كده حسيت ان لقيت كنز اللي هو ايه ده، ولقيت ناس كانوا قاعدين على كرسي متحرك ودلوقتي بيلعبوا عجل والله وبيجروا ماراثونز، واسامي كبيره ولو دخلتي على جوجل هتعرفيهم، تيري والز، ماثيو امبري، ناس كتير قوي. فحسيت ان لا، ده واضح ان ده يعني دي جيفت من عند ربنا، وربنا قال لي دي صحتك دي نعمه، فانا ازاي اسيبها، او ازاي عشان اكل شوكولاته ولا اكل بسكوته ولا اكل بتاع اضحي بان انا اقعد على كرسي. فاتجهت بقى للتغذيه، التغذيه المناعيه. ايه هي التغذيه المناعيه؟ بص يا ستي، الفكره ان المناعه الطبيعيه هي الجيش بتاع الانسان، المناعه اللي شغاله طبيعي، الجيش بتاعك هيخش انفكشن، يخش فيروس، يخش وات ايفر، هي هتحاربه وتؤديلك عليه. فحاله الامراض المناعيه هي بتحاربك انت، بتحارب الخلايا والانسجه السليمه. فانت هنا بتحاربي مين؟ جهاز المناعه. جهاز المناعه 70% منه في القناه الهضميه، في جهازك الهضمي. فلما انا احط الجهاز الهضمي في حاله هدوء وسكون وامنعه تماما عن اي حاجه ممكن تسبب التهابات او تستفزه يهاجمني، يبقى انا بعمل ايه؟ بتحافظي على المناعه، بقعد المرض بتاعي في حاله سكون وهدوء، بطمنه مع الدواء. بالظبط. ازاي؟ هقول لك. احنا الاول هما ثلاث مراحل، التغذيه المناعيه بتمشي بثلاث مراحل. المرحله الاولى بنمنع اي مسبب حساسيه لاي انسان، احنا لسه مش عارفين انت عندك حساسيه من ايه او ايه اللي بيستفز عندك جهاز المناعه، فانا بمنعك من كل اللي بيستفز جهاز المناعه في العموم. هقول لك مثلا الالبان والاجبان بمنعها، الدقيق الابيض بمنعه، المكسرات بمنعها. اول مرحله صعبه، صعبه وتقيله بس تستاهل صدقيني. يعني نفسك، مفيش حاجه مستاهله اكتر من كده. بنمنع البقول، بنمنع البذور، طبعا السكر ده على رأسهم يعني. بنمنع كل الحاجات دي. بعد كده بتيجي المرحلة التانية، مرحلة إعادة التقديم، إن أنا برجع لك تاني الأكل بس حاجة حاجة عشان لو ظهر لك أعراض تعرفي إن ده مسبب حساسية بالنسبة لك. فهمتيني؟ يعني مثلا بترجعي الأول؟ هرجع مثلا، لا أنا برجع عادي، نمشي راندوم. بنبدأ مثلا بالبيض، بالمكسرات، الحاجات اللي هي اوريدي بتمشي مع كل الناس. حلو. ببدا مثلا بالبيض. استفز عندك اعراض، طب الاعراض دي زي ايه؟ انه مثلا المرض عندك ابتدى يضايقك شويه، او مثلا حسيتي باضطرابات في النوم، مش بتنامي احسن حاجه، او مثلا حاسه ان انت نشاطك اتاثر، انت مرهقه مش قادره تمشي. فلا، يبقى انا البيض مثلا استفز الاعراض عندي، يبقى ده مسبب حساسيه بالنسبه للرضوى. فهمتي؟ يعني انا بمنع، بمشي كده. انت في اسكندريه؟ حبايبي. انا في الاول بمنع لكل الناس كل حاجه، وبعد كده بعرفك بقى انت كواحده مثلا بدات التغذيه المناعيه وابتدت تدخل حاجه. بنعمل زي جورنال، يعني بنكتب نوت مثلا، يبقى عندك النوت بوك بتاعتك بتكتبي فيها والله انا دخلت ده. استني بقى عشان الناس ما تتوهش مننا. اوكي، تعالي نسامر اب او نختصر الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. الناس اللي عندها امراض مناعيه، السكر، البهاء، الروماتويد، القولون، الام اس، الكرونز مش القولون في العموم، الكرونز، الام اس، ايوه،
كانت سادسة حاجة ايه؟ احنا قلنا ايه؟ سمة كتير قوي. هقولهم تاني. سكر نوع اول. نوع اول. روماتويد. سيلياك. سيلياك. كرونز. السيلياك اللي هو قلنا؟ السيلياك اللي هي حساسية القمح. حساسية القمح. الكرونز اللي هي؟ الكرونز اللي هو بيبقى المناعة بتهاجم الجهاز الهضمي. القولون. السكر. السكر من النوع الاول. من النوع الاول. الغده الناس خلل. اللي بتتولد بخلل في الغده الدرقيه. حلو قوي. السته دول ليهم طريقه تغذيه مختلفه. حضرتك الاول عشان مش عارفه كل واحد ايه النوع اللي الاكل اللي بيستفز عنده المرض بتاعه بالظبط، فبتمنعي بالظبط. البان، اجبان، بيض، مكسرات، بذور وقمح، وفي الاول بنمنع الشوفان والرز. بندخلهم بعدين. حلو. بس بنمنعهم في الاول. تمنعيهم قد ايه؟ بمنعهم من 30 ل 90 يوم. طيب على حسب قدرتك. حلو. خلصوا ال 30 او ال 90 يوم. ابتدي انا بقى ادخل الاول بيض في حياتي. بندخل حاجه ما حسب الحاله اللي قدامي. هي لو بتتفرج عليكي دلوقتي وعايزه تعمل ده، ما ينفعش تعمله لوحدها. ليه ما بقى؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش تعمله لوحدها عشان انا لازم اكون بديها المالتي فيتامين المناسب ليها، لازم اكون عارفه الكيس بتاعتها ايه، لازم اعرف الباك جراوند بينها في الكلام. يعني انا لما اتكلم معاكي انت بتبقي عارفه شويه الحاجات اللي بتضايقك. انت بتبقي عارفه ان ايه ده، والله انا اكلت ده غير التاني بيضايقني. طيب حضرتك خلينا نتكلم خلاص. هندخل الاول البيض والمكسرات والبذور. والبذور. تبتدي تشوف ايه اللي البيض الاول لمدة أسبوع. تمام؟ ندخل البذور أسبوع. تمام؟ ندخل المكسرات وهكذا، وبنفضل بقى ماشيين بالسيكونس ده. كل مرحلة أسبوعية. وابتدي أشوف كل أكلة بديها أسبوع. أسبوع. أنا بقى أعرف إن الأكلة دي بتجيب لي حساسية أو بتستفز المرض أو بتستفز المناعة إزاي؟ الهضم اتأثر. حسيتي إن أنتِ لأ معدتك مكركبة في أي نوع من أنواع سوء الهضم. النوم مثلا ما بنامش كويس او بنام كتير قوي. مثلا نشاطي اتاثر. ارهاق. انا حاسه ان انا في ارهاق عام. وعلى فكره الارهاق العام من اكتر الحاجات اللي بتكون كومن ما بين الامراض المناعيه. يعني انت بتلاقي يعني معظم الناس اللي عندها امراض مناعيه في ارهاق عام. الله يسترك يا حبيبتي. الله يسترك. الحساسيه. الحساسيه جيوب طبعا. الانفيه. عفوا. جيوب الانفيه. الصداع. هتحسي ان في عرض، هتحسي ان في حاجه مش مظبوطه لما اكلت الاكله دي. اوقفها. انا مش تمام. ساعتها هنوقفها ودي خلاص في الليسته اللي ممنوعه للابد. للابد. بس. المرحله الثالثه ايه؟ المرحله الثالثه خلاص ان انت عرفتي وتعلمتي انا ايه اللي مناسب ليا وايه اللي مش مناسب ليا، وبنعيش بقى. ايه الفيتامينات بقى المفروض الناس تاخدها؟ مالتي فيتامين. مالتي فيتامين عادي، ما فيهوش اي حاجه. فيتامينات ومعادن والحاجات دي، عشان بيبقى فيه للاسف انه الاكل بيكون يعني الفرايتي محدود او النوعيات محدوده، فانا بضطر ان انا هحس ان انا لا مش احسن حاجه يعني. واللي يتبع هذا النظام الغذائي او النظام التغذيه المناعيه، كل واحد عنده مشكله في صحته بياخد الدواء بتاعها مع اللي حضرتك قلتيه دلوقتي. مكمل. ما يقلش اهميه. صدقيني ما يقلش اهميه. انا ما شفتش تحسن في المرض اللي عندي غير لما طبقت التغذيه. يعني مش عايزه اقول لك ان انا كانت بالنسبه لي هي اهم من العلاج في الانس. حقيقي. حقيقي. طبعا هي ناس يعني مش عارفه ايه هو مرض الام اس. يمكن في ناس ما تعرفش او حتى ما تعرفش الاشارات بتاعته. بس انا على ما اسمع انه بيحصل زغلله في العين وعدم رؤيه جيده، مع انه ممكن يبقى الانسان ما بيسمعش او الحواس مش شغاله كويس، ايدين ورجلين. بصي، هي فكره الام اس ان انت المناعه بتهاجم الجهاز العصبي، والجهاز العصبي ده انت ما فيش حته ما فيهاش عصب. مظبوط. فانت ممكن تهاجم اي حته عندك. انا بدات عندي بان انا كنت صغيره جدا، عندي 14 15 سنه، بيجي لي كرامبات. صوابع غريبه بتقف، صبع الصغير يقف تماما، مش عارفه احركه، حاجات غريبه. اروح لدكاتره دي بتدلع. ما توديش بنتك لدكاتره تاني. وصلت لمرحله انه خلاص انا اكيد بتدلع. بجد صدقت اني بتدلع. جيت بقى على سن ال 18، كان في ستريس امتحانات وكانت ثانويه عامه. النظر راح. عين
كانت مش موجوده. لدرجه الدكتور انا مش هنسى كان بيقول لي ايه بقى اللي على البورد، كان مداريلي دي، كانت دي اللي مش موجوده. قلت له هو في بورد هنا بقى؟ قال لي طب بصي بقى روحي اعملي ام ار اي واشعه. صراحه هو كان يعني انقذني يعني. هي انت نورتينا، ربنا يخليكي. انا القصه بتاعتك مش اقل اهميه من اللي انت بتعمليه. وهي قبل ما تقعد بتقول لي انا ايه، قلت لها اتفرجت على كل الفيديوز بتاعتك على الانستغرام، وهي بتعمل حاجه حلوه قوي على الانستغرام، تساعد الناس بجد، وانا مصدقه جدا انها بتساعد الناس بجد، لانها عرفت تساعد نفسها. اللي بيعرف يساعد نفسه ويعرف يقف على حيله ويشد طوله ويصطب طوله ديفينتلي اكيد بيعرف يساعد الاخرين. نورتي الدنيا كلها، وميرسي قوي ان انت لبيتي الدواء. احنا اول مره في برنامج هي وبس نتكلم عن التغذيه المناعيه، فشكرا. ميرسي ليكي، ميرسي ليكي والله. ثانك يو. مشاهداتي اعزائي وبناتي الحبيبات، فاصل قد كده نرجع ليكم من هي وبس. دي ان دي، دي داليا، دي معروف داليا حمدي منورانا النهارده يا دي. وداليا مصممه شنط وقبعات او هاتس، قبعات صيفيه. دينا كشاف منوراني يا دودي. ودينا قالت لي انها كانت معايا في الجامعه والنادي وحاجات، بس انا طبعا الذاكره اتضربت في الخلاط. قالت لي وانا كمان. دي برضو مصممه شنط وقبعات او قبعه صيفيه الهاتس. البراند اسمه دي ان دي، طبعا دي ودي، دي ان دي هاند كرافت. معانا دلوقتي هندخل التليفونات، اربع شنط وتو هاتس او قبعتين، ونشوف بقى حاجات لو لايقه على بعض ممكن اقوم مدياكوا ايه باكج كده النهارده بقى. ايه عندنا فرح اصلنا في الاستوديو بنحتفل. منورنا والله دي ان دي منورنا. دودي وديدي، انا كنت بقولهم كده في الفاصل، دودي وديدي. طيب خلينا نقول انه هنتفرج دلوقتي على انتوا عاملين فاشن شو او عرض للحاجات بتاعتكم. بس انا لما دخلت على البيج، دخلت على الصفحه، لقيت في حاجات ما لهاش علاقه بالحاجات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. احنا فعلا بدانا بقالنا مثلا 4 سنين تقريبا. أوكي. بدانا حاجات رسم على بورسلين، خلصنا البورسلين، دخلنا على القماش، على الخشب. ايه رسم على البورسلين ده؟ المجز، ماكس بليت، اطباق، حاجات بيت يعني، ديكوريشن للبيت. والله ده انا هحتاجكم جدا. بس فحبينا. ولسه بتعملوا كده؟ احنا شغالين على طول ماكس وبليتس، وخلصنا كل ده، وبعدين قلنا بقى نبدا بقى في الهاتس والشنط. عشان كده انتوا البراند بتاعكم اسمه دي ان دي هاند كرافت، يعني اي حاجه بنلون عليها بنرسم عليها. الله ايه اللذاذه دي، طب ما جبتوش ليه يعني؟ عشان قالوا لنا تصميمات شنط وقبعات. لا كان كله كده. اوكي، يعني زبادي في الخلاط. انا جايه بمجاتي وجايه بباقي وجايه بشنطي وجايه بقبعاتي. انا جايه احنا اي حاجه بلين يتلون عليها على طول. اي حاجه تلون عليها، قماش باي اوردر، خشب، ولا انت عندك جاهز وانا بشتري من عند دي ان دي؟ احنا اوريدي بنعمل كولكشن، وبعدين لو حد حاب يعمل حاجه باي اوردر بنعملها. يعني افرضي ان دي بورسلان، ملهاش علاقه بحاجتكم خالص. اوكي، دي ان دي مساء الخير، عندي ترابيزه بورسلان عايزين نرسم عليها يا جماعه. تمام، دي ان دي يدخل معانا بالظبط، يخش معايا في الحكايه. دي ان دي ده حلو قوي، ده 7 صنايع وان شاء الله البخت مش ضايع. صور على الشاشه بتاعه دي. اوه لايك. معلش، هو ده للستات بس ولا السيدات والرجال؟ لا، الموديل ده حريمي. بس في موديلات تانية تنفع للرجالة يعني، وفي أطفال، وفي يعني في سايز بنات وولاد وكده. عندكم المقاسات دي حلوة حلاوة، بس كله بنات. يعني لو لقيت ولد احنا الكوليكشن ده بنات. بنات، وده حلو قوي، ده بغبغان. ها بغبغان. سنة بعيد عنك، الشوف راح في داهية مع الذاكرة. مين اللي بيرسم فيكم؟ واحنا الاثنين. احنا الاثنين يعني، احنا بنشتغل. لا الحمد لله. لا انا بسال بس، انا مش جايه اوقع يعني. ايوه يعني تفهموني غلط. يا لهوي على الحلاوه، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خش خش خش، ما تكسفوش، تعالي خش. خطيره. طب ثانيه واحده، افرضي انا عايزه دي لون ساده،
اسود مثلا بنعملها كل حاجه تعملوها يا لهوي ده انا هعتكف كل حاجه في حياتي. انا قررت بقى بايه قررت بقى مدام هاتس يعني معرفش ليه ما بحبش اللون البني حتى لو حلو كده بس عندي معاه مشاكل. بصي دي طلبت كتير جدا اصلا البني البني في الفوشيا ما هو شيك بس الله على الحلاوه الله على الحلاوه الشنطه بالهات بالقبعه حلوه حلاوه. طب معلش ممكن نرجع اللي قبليها يا جماعه هنفترض يا ست الكل انه انا شايفه الشنطه هايله بس شايفه الهات مع الشنطه كتير الرسم لا عادي فاعملي لي مثلا اللي فوق وسيبيه باقي ساده عادي كل واحد باي اوردر بيختار اللي هو عايزه لو حد عايز يكتب اسم او لتر مثلا من اسمه اي لون اي حرف من اسم اي ديزاين عادي اي حاجه الشطاره دي يلا اللي بعديه انتوا عطلتوا ولا ايه مين طيب ده بغبغان برضو؟ انتوا متأثرين بالبغبغان قوي. نص الكولكشن بغبغانات. عادي حالي. دخلنا في اموت في الليمون. اوه 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 على حلاوتك وحلاوة الحاجات اللي انتي لابساها. ده لونه احمر ولا برتقاني ده؟ اورنج فوشيا. اورنج في فوشيا. بالذمه؟ تصدقي يا نهاري لا انا هلبس نظاره خلاص انا اقتنعت انا اشتريت طب انت مين انتوا قلتوا انتوا اتنين اللي بتصمموا وانتوا اتنين بترسموا يعني نشتغل زي بعض بالظبط بنشتغل يا مع بعض يا كل واحد لوحده بس بنبقى متفقين على الديزاين سوا وبننفذه احنا الاتنين زي بعض نفس ذات الحاجه لا يعني مثلا انا حاسه اني عايزه اعمل ديزاين معين انا بعمله وهي برضو في دماغها حاجه تانية بتعملها وفي الاخر بيطلع كولكشن حلو بصي هي عارفه كولكشن في الاخر بيطلع كولكشن حلو طب ثانيه واحده يا جماعه اخد بس تليفونات عشان احنا معانا تليفونات كتير ساميه واحمد ساميه واحمد يا انسه سمر استني يا ماما هاخد زينب معايا على التليفون دو 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 عماله ترغي مش مركزه معايا واحنا على الهوا الناس تقول عايزين ايه دلوقتي يلا ناخد زينب هاي زوزو ازيك حبيبتي ازيك يا زوزو انا مبسوطه والله ان انا اخيرا عرفت اوصل لك معلش يا زوزو والله العظيم فاتحه ثلاث خطوط تليفونات مش عارفه اعمل ايه تاني يا زوزو انت منوره الدنيا كلها يا زوزو ميرسي ربنا ايه رايك يا زوزو في الكولكشن بتاع دي ان دي لا تحفه الشابو مع الشنطه خطيره يا زوزو بقى ما تضغطيش عليا بقى ما تضغطيش عليا يعني هتضغطي عليا احنا حبايبك يا رودي انت حبيبه قلب مامي يا زوزو مبروك علينا هديتين من دي ام دي هاند كرافت خليكي معايا يا قلبي ياخدوا بيرتك في الكنترول تاخدي بقى قسمتين تاخدي واحده الهات والثانيه تاخدي الشنطه واحده من عند دي ودي دي ودودي دي ودودي كل واحده هتاخدي من عندها حاجه والدنيا تمشي زي الفل ناخد مين يا وسام وسام وديته وسام فين؟ وسام ما فيش يلا خش عليا يا حبيب قلب ماما خش عليا داخله مكسوفه يا اختي زي ما يكون الله ايه الحلاوه دي؟ ده اللون ده ايه؟ ده فوشيا في اورانج برضو؟ لا انا جالي عم حيس طب وفريدي انا مثلا عاجبني الموديل بتاع الهات دي القبعه دي بس عايزاه لون تاني مختلف اوكي طبعا القماشه ايه؟ خوص يعني ماتيريال مصري هو انت عامله شعرك؟ عامله شعرك؟ تعرفي تقلعي الهات وتدهني؟ هاتي هاتي بالكسفيش تعالي 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 بس شعرك ما يبص كده يكون المز بيتفرج على الهواء ولا مش انا عارفاك اصلا عارفاك يلا حبيبتي ماما يلا ماما يلا يلا بتضحكوا اعمل ايه الله مش بنتنا مش نانا حلوه قوي حلوة وده مطبوع ده ولا ده مرسوم؟ لا لا رسم لا ده رسم ها؟ ده حلوة قوي حلوة حلوة لا الناحية التانية الناحية التانية ناخده من الناحية ايوه ماشي كده نزليها بقى قدام شوية نزليها كده قمر احلفي والله قمر واللون يجنن يجنن بجد؟ ما تصورنيش يا عم انا بدور حلوة الشنطة حلاوة
ده الله الله، انا ممكن اقعدش بيها الحلقه كلها. فكت لكم الضفاير. طيب انا هكمل بقيه الفقره بالبتاع ده. خطير خطير. معانا حنين. يا حنين ازيك يا حنونه؟ ازيك يا بنتي؟ عامله ايه يا حنونه؟ الحمد لله. شفتي الحركات بتاعه ديان دي؟ دي حلوه قوي. احنا نركبها، قصدي نلبسها بقى ونركب حصينا ودرجين درجين درجين، ولا بحر ولا ما بحرش. خلاص جميله. هي فعلا ممكن نستعملها في حاجات كتيره غير قوي قوي قوي. والحاجات شكلها قمر. مبروك. أيوة. علينا تالت قسيمة او تالت هدية من دي ان دي هاند كرافت. مبروك عليك يا قلبي. ياخدوا بياناتك في الكنترول. خليكي معايا. الشنطة حلوة حلاوة. بس انتي مش انتي ماسكاها. ممكن تقلبيها يا دينا تحطيها. ايوة. وهي الهات دي بتاعت الشنطة دي؟ لا مش شرط، انتي بتختاري اللي انتي عايزاه. هي البنات بقت بتلبس الهاتس دي في الخروج؟ بيلبسوا. يعني في ناس ممكن تلبس في الساحل مثلا بالليل وهم خارجين في خيوجه بالليل. يلبسوا الهات في الحفلات لو لابسه. بيلبسوا هات؟ تحفه. انا ما بحفلش. تحفه. لا لا اعرف. الكوافير كمان الصبح طبعا على البحر ده اساسي. يعني اول بغبغان انا شفته في الصور. لا ده طاووس. طاووس البغبغان على الشنطه، الهات عليها طاووس. شفتي؟ ايوه ايوه الهات طاووس. معايا مين يا جماعه؟ معايا مين؟ انا قلبت كاو جيرل جدا وخلاص قررت ان انا يعني انا هلبس هات. انا قررت البس هات. انا قررت البس هات. يلا دخلوا التليفونات يا جماعه. ثواني نخش التليفون. طب خشي خشي بعدين ناخد التليفون. ليه يا استاذ؟ طب ايه دو عشان إيه هم مش عارفين ياخدوا يعني بالراحه، وانت داخله بالراحه وانت طالعه بالراحه. يلا خش يا ماما. ما تعصبش كده علينا، تعصب على بناتنا دي. لا تعالي. ايوه. لفي بقى بالراحه من ناحه. هنا كاميرا اتنين اهو. مبسوط كده يا استاذ حلواني حضرتك؟ اهو كاميرا اتنين. لفي بقى كاميرا تلاته بالراحه خالص. بالراحه بالراحه. اهدي بس اوف. ها يلا يا ماما. يلا 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 نتعلم بقى من صحابنا. تعالي من صاحبتنا. اميره. الو ازيك يا اميره؟ الحمد لله. عامله ايه يا اميره؟ بحبك قوي. طب بحبك اكتر يا اميره. عامله ايه؟ عندك كام سنه يا اميره؟ عندي 12 سنه. صوتك باين عليها روح قلب مامي. انت قد بنتي، اصغر من بنتي كمان. اميره شفنا الحاجات بتاعت دي ان دي دي. شفتها. خطيره. حلو جدا. مبروك علينا رابع هديه من دي ان دي هاند كرافت. خليكي معايا يا قلبي. ياخدوا بيتك في الكنترول. برضو الاسم يا بنات صعب. دي ان دي هاند كرافت. عارفين لو كان دي ان دي هم عارفيننا دي ان دي. عارفينكم دي ان دي. هم عارفيننا دي ان دي. بقى لكم 4 سنين. ها. طب وبنفكر بقى نعمل حاجه ثانيه غير الشنط والهاتس والبورسلان والكلام ده؟ بنفكر في الشتاء ان شاء الله نجرب حاجات جديده لسه بنحضر لها. عندي ليكوا حتة فكرة. ايه قولي. حطيتوني كام في المية؟ 10%. هاخد 10%. انتي وشك حلو علينا حبيبي. علينا. ناخد مين؟ نعم؟ تسنيم. يا تسنيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا تسنيم. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انت حضرتك عندك كام سنة بقى طالما قلتي حضرتك دي؟ أنا عندي 15. يا بنتي قد بنتي يا بنتي. ازيك يا تسنيم يا روح قلب مامي؟ عاملة ايه؟ عجبك الحمد لله. عجبك الحاجات بتاع دي ان دي؟ طيب خليكي معايا روحي. خامس هديه من دي ان دي. خليكي معايا. ياخدوا بياناتك في الكنترول. هم دي ان دي محضر لنا 4 شنط وقبعتين. اول واحده اخذت 2. يبقى دي يبقى التليفون اللي جاي ده اخر واحده مظبوط. اوكي اللي هي الاء. الو ازيك يا لولي؟ تمام. انت عامله ايه؟ انا كويسه يا لولي الحمد لله. الحمد لله. عجبك الحاجات بتاعت دي ان دي؟ جميله قوي. هي خطيره كمان على الحقيقه. اللي عجبك اكتر القبعه ولا الشنطه؟ لا الشنطه. الشنطه برايب. والله في برضو حاجات. يلا يا لولي مبروك علينا اخر هديه. خليكي بقى استني. يا بنتي تعالي يا بنتي تعالي تعالي يا ماما. اخر هديه من دي ان دي. خليكي معايا. ياخدوا بيتك في الكنترول. لا لفي لفي بقى. بس كما كنت. اوب اثبت. اتدور تونه النهارده.
ايه خط قطع من غير ما تاخدوا الفكره اللي قلتي هتقوليها انا ها قلتي هتقولي لنا فكره حلوه قوي اعملوا نسيت خلاص خليها مفاجاه مفاجاه خليني افتكر في الفصل اكيد هفتكر اكيد هفتكر اكيد يعني اكيد هركز في لا بس احنا استنينا يعني احنا عندنا افكار كتير يعني اول ان شاء الله ما يخلص السيزون بتاع الصيف هندخل بيه على طول لا النهارده الحلقه فيها حاجه غلط دودي وديزي انتوا نورتونا النهارده ميرسي على الرسومات الرائعه والتنفيذ الحلو والشروط الخطيره والهاتس القبعات الخطيره والالوان زي ما انا يعني انا لا بجد تركب بيها خير عادي يتخرج بيها عادي يعني والله, والله غير بيروح غير بيها الكوافير ها بيروح بيها الكوافير دلوقتي احلفي والله هو انا عندي تاخر لا هي طالعه موده قوي قوي امال انا ليه ما بشوفش الحاجات دي على البحر عشان انت ما بخافش على البحر يعني خلاص بقى ترند يعني لازم الهات انا ما بشوفش بحر ما انا برضه ما بشوفش بحر انا بقى 6 سنين ما شفتش بحر ان شاء الله السنه الجايه هشوف البحر تلبسي بقى الهات وهلبس الهات من دو عند دودي وديدي وهقعد بقى واقول لهم بصوا واقول لكم الفكره اللي انا برضه ما افتكرتهاش وشكرا لدي ان دي هاند كرافت على الهدايا الحلوه اللي احنا اهديناها لستات وبنات حبايبنا شهادات العزيزات وبناتي حبيبات فاصل قد كده اهو نرجع لكم من هنا وبس مي ممدوح مي ممدوح مصممة أزياء ومن الأمهات المسيطرة مسيطرة عارفين أغنية أنا مسيطرة اتغنت لها ليه؟ أنا أعرف بس لما نرحب أستاذ مصطفى الزهران اللي مسيطر برضه عنده سبحان الله اتنين مسيطرين في نفس ذات الحتة ما أنت فاهم مش بقى مين مع مين ضد مين منورنا النهاردة نورك أم مسيطرة جدا جدا وابن مسيطر جدا الحكاية إيه؟ الحكاية إنه هل من حق حضرتك او حضرتك انه تتدخلوا في فكره ابني او بنتي يخشوا جامعه ايه يخشوا ادبي ولا علمي يخشوا ثانوي صنايع ما يتعلموش اصلا احنا مش عارفين الحكايه ايه انتوا منورينا النهارده تنورك و كنت بتكلم معاك في الفاصل فهو قال فكره نميسه جدا قال انا ما احترتش ليه ما احترتش عشان هما يا ادبي علمي الادبي معروف صح كده رحت انت عامل ايه ها اخترت ادبي على طول على طول عشان ما حدش يقرفك بقى من غير كلام بقى وكده مفيش نقاش يعني اختار اللي مريحني او اللي انا هعرف اعمله احسن وما كانش في خناقه في ان انت تدخل ادبي او علمي مش خناقه يعني عشان في جانب تاني من حياتي ناهي بقى الخناقه دي خالص اللي هو انا بلعب كوره فانا ما ينفعش كوره وعلمي ليه صعب صعب قوي هو كل اللي بيلعب كوره ما بيذاكرش علمي لا بس ده انت بعت لهم بيعه دي انت ها انت برج ايه مش عارف والله بس انا مولود كام في حوار الابرق 6/2 6/2 ده ايه ده دلو يخطي ده انت بتبيع البيعه بس خلي بالك رجاله الدلو دول بيبيعوا بس كده بس تشتري على طول كويسين جدا كويسين بصراحه رجاله الدلو كويسين يعني لازم اتفق معاك مش كويسين جدا بس هم كويسين ماشي فانت بعت لهم بعت ان انا بلعب كوره فانا هلعب كوره وهبقى علمي مش هعرف يعني صعب قوي ده بالنسبه لي انا كمصطفى يعني كمصطفى بالنسبه لي عندك اخوات اه ولاد ولا بنات عندي بنت واربع ولاد ما شاء الله اللهم بارك ده احنا كنا عايزين مامتهم وباباهم معانا يا جماعه شوفوا مسيطرين على السته ازاي في الجيل اللي احنا فيه اللهم بارك خمسه ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك طيب والخمسه بيتعاملوا معاهم بنفس الطريقه؟ ما لحقتهمش بصراحه لان هم اكبر مني يعني انا اصغر واحد فمش عارف بس هم الخمسه غيري خالص ازاي بقى ازاي؟ الخمسه كلهم شطار يعني الخمسه كلهم بقى طب وصيدله وهندسه وبزنس وكده اذا انت بتعترف على هواء ان انت مش شاطر انا مش شاطر لا مش في الحته دي يعني في الدراسه وكده لا انا مش ما عندكش اي معلومات مش بحب يعني ما عندكش اي معلومات في البيت الاربعه اللي قبليك عملوا ايه في الدراسه لا عارف طبعا ايه اختي جايبه حاجه ايوه اختارت بس هم عشان هم كمان حابين تمام كل يعني اللي في البيت اختار كل اللي في البيت اختار بس الاختيار كان
مريح لاهلي فاهمه، بس لا. انا ما كانش مريح خالص يعني. مي انا مش عارف اعمل ايه. تعالي بس نطلع فاصل. معلش احنا مضطرين نطلع فاصل، فاحنا هنطلع فاصل بس في هنا ده ما طلعش لوحده، ده نوت اونلي بات اولس دول خمسه ما شاء الله في نفس. برضو على فكره انتي خليفه اربعه بس بقى. اللهم بارك. الله الله اكبر الله اكبر. كان عايز كان عندك كتب كامل كده اهو. عندنا ماما مسيطره هنا، وعندنا خمسه في البيت مسيطرين برضو ما شاء الله اللهم بارك. هنطلع فاصل صغير وهنفتح التليفونات، وهفتح صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك على المنشور او البوست اللي احنا حاطينه اللي علاقه بهذه الفقره. هل من حق الاب والام ان هم يتدخلوا في اختيار الجامعه الثانوية العامة أي ما كانت، أدبي أو علمي أو ثانوية أو عدم التعليم بالمرة، ولا لا؟ هنسمع سكم ونسمع آرائكم ونسمعهم، ولكن بعد الفاصل. وعلى الهواء خلاص احنا رجعنا، ومعانا مي ممدوح مدام مي الأم المسيطرة، ومعانا استاذ مصطفى زهران الطالب المسيطر. نروح للام المسيطره ونشوف عملت ايه كأم. عملت ايه يا ست الكل؟ مش اي حاجه، اخترت لها مستقبل كويس. هعمل ايه؟ ايه بقى هي كانت عايزه تدخل ايه وانت قلت لها ايه؟ تخش ألسن الماني ونخش ثانويه عامه بقى ونتعب ونذاكر ونتفحت. ايه بنت تعملي في نفسك ده؟ انت شاطره وكل حاجه ومميزه وعلى عيني وعلى راسي. بصي بقى احنا نخش فني اداري. قالت لي يعني ايه ماما فني اداري؟ قلت لها هنخش مبارك كول ونخش بعد كده بكالوريوس تجاره ونتعين في بنك في اي حاجه. بس انا دايما بحب استشير، يعني انا دايما بحب استشير الاخرين. فجابت 260 في ثالثه اعدادي. كانت في مدرسه بقى لسه فاتحه حلوه قوي مش هنقول اسامي، خمس سنين فني وهي حلوه جدا جدا في الرسم، ممتازه في الرسم. دخلتها قسم زخرفه. دلوقتي رائعه في الرسم. بتقول لي انت عملتي اللي انا ما كنتش هعرف اعمله. طب وفريدي كانت فشلت؟ لا ما كانتش هتفشل، عشان هي برضو من بدايتها وهي بتحب الرسم بتحب ترسم، بس هي كانت عايزه تخش ألسن وتبقى بتحب الالماني ونسافر بره وعايزه طب ما ده طموح. طموح بس مش في المستقبل، مش ملوش طموح. احنا عايزين العملي. انت ايش عرفك؟ احنا عايزين العملي. بس انت من جيل مختلف عن جيل. لا جيل مختلف يعني ايه؟ ما بفهمش مثلا جيل مختلف. بتفهمي بس هم متطورين عننا جدا. عايزه اقول على ايامك وايامي ما كانش عندنا سوشيال ميديا. كانت اول سنه بتعيط بقى واصحابي بيقولوا لي ده انت فني وانت ايه ايه ده فني؟ بتذاكر وبتشقى وبتتعب وبترسم وبتتفوق وتفوقت وبقت ممتازه. ده هيموت بالضحك بس كاتم الضحك عادي. طب بس اسمع الاخر. ايه اصل يعني ألسن الماني دي اللغه الالمانيه دي اصلا اصعب لغه في مصر بتدرس دلوقتي. مظبوط. ايش ودش وارزي حاجات غريبه قوي، حاجات غريبه جدا. فلو كانت شغال باللغه الالمانيه دي كان السالري اللي هتاخده في الشهر مرتب اللي هتاخده كان كبير فعلا. الشهر كان هيبقى يعني هي دلوقتي مش هتبقى مهرش. والله لا يعني صح. انا اصلا برضو لغات يعني انا اسباني. فالاسباني بتعرف تتكلم اسباني؟ دي لسه سنه اولى بقى حاجات. طب اديني واحده اسباني كده حاجات خفيفه بس اديني حته عشان بس الدكاتره اي حته كده عشان الدكاتره بيتكلموا عليك دلوقتي يبقوا اي جمله واحده. ممكن اقول ان انا ميامو مصطفى سوي. ايه 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 ميامو مصطفى اسمي ميامو مصطفى. انا اقول ميامو رضوى. ميامو فالالماني دي صعبه اصلا تدرس وصعب ان حد يكون شاطر فيها، وصعب فلما تبقى شاطر فيها وصعب انها تخش ألسن برضو. ما هو الألسن دوت عايز مذاكره وانتحار وحاجات كتير. طب انت تتضايق ان بنتك طماعه عايزه تذاكر على الجاهز يعني مش هتقدر توصل له، مش هتقدر توصل له بمنتهى السهوله من احتكاكي. ده طبيعي جدا الثانويه العامه دي يعني عايزه اقول لك انتحار فعلا. مش محتاجه تقولي لان انا كنت ثانويه عامه وانا اول دفعه التابلت واول دفعه للتابلت وكل الكلام ده ومفيش اي حاجه عادي وجبت مجموع كويس مع العلم ان انا اصلا ميح كمان في لا مش بحب اذاكر، مش بحب اقعد امسك كتاب. الكلام ده كان صعب عليا وجبت 70%. 70% دي الدفعه السنه اللي فاتت. ده دوت كان يخش ألسن؟ كان بقالي 2% على ألسن. مش هتخش برضه؟ دخلت لغه ترجمه لقيت حل تاني عشان اوصل للحاجه اللي انا عايز اخشها. ماشي مع الحاجه اللي انت عايز تخشها ديت ممكن ما يبقاش تخش لغه ترجمه الماني برضه فيها الماني بس صعب ويعالم انت واقف ماسك كده العصايه ممكن تقع منك. طيب انا في نفس الوقت ممكن اختار حضرتك يوقعها برضه لا في اي حته ولو هي ما كانتش حابه. ايوه بس ده 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 حاجه مش عن يعني مش زي بقيه الحاجات، لانه عاده الانسان لما بيذاكر حاجه مش بيحبها ما بيفرحش فيها.
ماشي، بس هي كانت بتحبها من البدايه، بس كانت ناسياها، ما كانتش عارفه الطريق اللي يوجهها لده. فكرتيها بيها؟ فكرتها بيها ودخلتها فيه. طب ما دي وجهه نظر برضو ده، بس مش صح 100%. والصغير دلوقتي امه عندها خبره وعارفه عن. طب ماشي، بمناسبه الخبره، هي امه عندها خبره. طب هي بنت حضرتك وهي داخله، لو كانت داخله ثانويه عامه كانت على الاقل 19 سنه وهي داخله. تمام 19، فلما تبقى 18. لا 16 يعني، دلوقتي السنه دي 16 عشان هي داخله صغيره. تمام، بتكلم لو كانت كملت ثانويه عامه وكده. فهي 18 سنه هتاخد الخبره امتى؟ هتاخد الخبره امتى؟ أوه. هي انتوا ما بيبقاش عندكم الخبره الكافيه زي ما احنا اخدناها. طيب ده طبيعي ازاي؟ يعني طب وحضرتك الخبره بتيجي ازاي؟ الخبره بتيجي ازاي؟ مع التعامل، مع المواقف. مع التعامل والمواقف والحياه اللي انتوا عايشينها. تمام، حضرتك عشت طبعًا الحياه اللي احنا عايشينها. بستشير ماما وبستشير بابا، لازم استشير. طب تمام، انا مش بتكلم في النقطه دي، بتكلم في حضرتك كنت تتحط في الموقف اللي احنا بنتحط فيها. ايه المواقف اللي انت بتتحط فيها؟ مش هنخش في تفاصيل كتيره، بس هو قصده ان الزمن غير الزمن. بالظبط، فالزمن دلوقتي اصعب واقوى واشرس. ايوه، ما انا بقى لازم اكون انا حاطه في الميكروسكوب دوت، عارف يعني لازم تبقى عارف هي رايحه فين وجايه منين وبتذاكر كويس ولا لا، والمذاكره ديت هتفلح فيها ولا مش هتفلح فيها. ما حضرتك لا، بصي حته المذاكره هتفلح فيها أسماء ولا لا. في ناس كتيرة قوي كانت متفوقه جدا وبتطلع من على الاوائل وجات في ثانويه عامه ما لحقتش. طب وليه حضرتك بتبصي للجانب السيء؟ لا، نبص دايما للنص، اللي هو احنا ما نبقاش كده. مش النص حضرتك، جبتي من تحت خالص. ليه لما كليه هندسه ما تخش كليه هندسه؟ ليه هتخش الجنب اللي تحت خالص؟ لا بالعكس، هي عايزه دلوقتي تبقى عندها مكتب ومهندسه ديكور، خلاص فكرها دلوقتي شرد لحته تانية خالص. يعني معلش ثانيه واحده، يعني انا النهارده عايزه اطلع مترجمه والماني، واحنا معروف ان اللغه الالمانيه دي لغه صعبه، وصعب ايجاد بني ادمين يتقنوها كويس، وصعب فكره ان انا الاقي حد كويس اشغله، ولما بشغله بمسك فيه بايدي واسناني. هي اصلا وبياخد فلوس، وبياخدوا فلوس كتير جدا 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 جدا. فانا بقى انا حضرتك عملت ايه؟ لا صعب ما تذاكريش، فلا تاخدي الخبره ولا تتقني اللغه. هتموت مني ولا هتتصدم لو دخلت ومجابتش الخارج. انا ثانويه عامه وقاعد قدام حضرتك، لا ميت ولا كويس. شحم ولحم كام سنه؟ 10. هم كويسين. هي ما كانش قدامها اي حاجه غير انها عايز تخش الماني. طب يعني مش عايزه. ايوه، ايه فين المشكله؟ هتجيب من فين المجموع الالماني ده؟ طب ما انا جبته. طب فين؟ من عند هناء، من هناء. في ناس كتيره جابت، في ناس كتيره ان شاء الله من عند ربنا. يعني احنا نقعد نذاكر وندعي، وانت تدعي لها، ده انت مامتها، ده دعوه الام ومرشقه على طول. ان شاء الله باذن الله تجيب المجموع تخش الماني زي الفل، تبقى ست صاحبه دخل قد كده اهو. ان شاء الله معاها هتشتغل مهندسه ديكور، حضرتك تشتغل في شركات. صاحبتي ألسن الماني على فكره بتاخد 1200 في الشهر، يعني مش بتاخد 1200 في الشهر اصلا. لا لا مستحيل. لا 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 صعب 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 مستحيل. يبقى الماني بياخد 1200 دول. هسيب لكم رقمها. ادينا رقمها كده نتاكد، لانه نتاكد مضحوك عليها. لا 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 خالص، بياخدوا بالدولارز. اه والله مضحوك عليها بالدولارز، وبياخدوا كتير مش اقل من 16. لا هندخل التليفونات دلوقتي، هندخل عشان نشوف مين بابا وماما ادوا له السهم، رشق ولا ما رشقش، ومين اللي مسيطر معانا. اول واحده شهد. يا شهدودي، شهدودي، انا كالعاده الانترنت برضو مش شغال عندي، فمش عارفه اجيب الصفحه بتاعتنا. ناخد ريم. الو، مساء الخير يا ريم. مساء النور. شكلك من الضحايا يا ريم. لا انا مش من الضحايا، مش هسمح لهم يتحكموا. مش من الضحايا. حصل ايه يا ريم؟ ايه انا المفروض السنه دي اولى ثانوي عام. اوكي. انا شايفه ان لا، مش من حق الاهل ان هم يتدخلوا او يتحكموا في ان انا المفروض ادخل ايه. صح صح والله. طب وانت عملتي ايه مع بابا وماما بقى؟ لا هو انا لما اتكلمت معاهم عايزه تدخلي ايه؟ عايزه ادخل عام. طيب ليه؟ عشان انا عايزه ادخل كليه انا عايزاها. حلو. فيعني انا المفروض ان دي حياتي انا بعد كده، انا اللي هتخرج وانا اللي هشتغل وهي اللي هيقوم عليها حياتي بعد كده. فليه هم يتحكموا؟ هم مش هيعيشوا مكاني. بس هي مش قصدها انها تتحكم، هي قصدها انها تنقل لك الخبره وتفوت عليكي فكره ان انت ممكن تقعي في الخبره بنفسها. يبقى احسن لو اكتسبت الخبره. ما اكتسبتها بعد كده لما انا وجهتها ليها. انت حضرتك نقلتها لها. لا وجهتها ليها. اوكي، هي ماشي تقول رايها، لكن انا ما ينفعش تحكم عليا، فاهمه؟ يعني مش يا كده يا تقعدي مثلا.
لا ما قلتهاش كده طبعا. طب وفريدي كانت ما شكرا يعني فريدي كانت رفضت؟ لا طبعا ما كنت هتعملي ايه لو كانت اصرت ان هي تخش المانيا؟ لازم حضرتك بنت حضرتك جت قالت لك انا عايزه اخش ألسن الماني، حضرتك قلت لها لا هتخشي حضرتك دخلتيها؟ اه ايه دخلتها 5 سنين. لو هي بقى كانت اصرت اللي هو فني تكنولوجيا ومعلومات، فني تكنولوجيا ومعلومات كانت اصرت وقالت لحضرتك لا انا مش عايزه ادخل، عايزه اخش ألسن الماني وعايزه ابقى مقرش وزعبت. لا لازم كنت اقنعها. اصلا مقرش دي انا شايفاها ب 1200 جنيه مقرش، مقرش دي ما فيش الكلام ده مقرش. يعني اللي كنت لازم مدرسين كان بيشتغلوا مدرسين بياخدوا 1200 جنيه مقرش. مدرسين دول وحشين، ما دول يعني بيقضوا ايوه بس ما بياخدوش السالري اللي حضرتك قصدك فيه يعني. طيب تماما. لا كنت شغال مترجم. مين ده؟ كل واحد في المليون مترجم. ايوه حضرتك انت بتقولي انا لو ما كانتش اقتنعت برضو كنت اقنعها. لا ده سيطره. سيطره ده غلط قوي. لا مش غلط، وهسيطر على الثلاثه التانيين كمان. صعب. لا مش صعب. اصل كل ما بتعدي دلوقتي بيقول لي ياسين كمان مستحيل مش والله ده هو عارف. بيقول لي فكري لي في الكليه اللي انا هخشها. ده كده في مشكله كبيره قوي. انت فلحت فلوسي. مشكله كبيره قوي هناك. فكري هناك في انت لازم في البيت عايز يروح عندنا. في مشكله كبيره لازم انت عايز تيجي عندنا بقى وتعمل حلقه عندنا. ليه ياسين بيقول لها من حق مامته انها تختار؟ ياسين عنده 5 سنة؟ عنده 13. طب ماشي يعني 13 سنه لما يكبر ان شاء الله كده ويعرف الدنيا ماشيه ازاي هيعرف ان مش تختاري له. صدقيني والله مش هختار له. ايوه انت انت وبابا بنتصل ببعض كانوا شايفين مستقبلك اكتر منك اكيد. على فكره دول مربينك ومأكلينك ومشربينك واخدين بالهم منك من حقهم ان هم انا عايزه اقول لك ان عادوا يتدخلوا معاك في القرار. انا لحد دلوقتي ماشي طبعا يقولوا رايهم ام وعندي 4 اقتنعت بيه اقتنعت بيه ما اقتنعتش بيه بس قرار بتاعنا. ده انا برجع استشير مامتي يعني انا كبيره اهوت وعندي بيت بتقول لك حاجه 4 اولاد برجع استشير مامتي. والله هي كارثه بصراحه يعني احنا مش عارفين ايه حلها بس ربنا معاهم طبعا يعني ربنا معاهم. اه والله طبعا اصل صعب ان انت تسيطري. قلت لهم تكاتك وركبتهم عليهم قلت لهم لازم تشتغل على التيك توك. لا انا مش بتكلم في كده بس انا بتكلم في ان هو لسه سنه صغير فهو بيقول لحضرتك كده ياسين على فكره بقى بس لما يكبر لازم يبقى ليه شخصيه. على فكره انا بحب سواقي التكاتك جدا كويسين جدا وبقعد اتفرج عليهم خلاص يبقى باخد ساعات باخد اللي مكتوب على اللي هو النوتس اللي ورا. ايوه اللي هو مش عارفه ايه فيا والدفع فيا. اه كل دي خبرات على فكره. بالظبط كل دي خبرات في الحياه. يا ناس يا شارك في ار مش عارفه ايه والبطه والحلوه ماشيه اكيد برضه انا مش هروح اجيب مظبطها اكيد انا مش هروح اجيب له توك توك برضه واي نوت. والله واي نوت مش حاجه حلال مش حاجه حلال والله العظيم ثلاثه لو بنتي قررت انها تشتغل سباكه تكاتك مش عارف اي شغلانه طالما شريفه وحباها وعايزه تثبت نفسها فيها يلا جو. مش انا كأم هأهلها هخليها. ماله المجتمع جوه برضه المجتمع كويس جدا. المجتمع لما المجتمع ده ناخده كده ونكوره زيو مجتمع هياكل بنتك على الهوا. انا عارف هيشربها لما تنام ودمعتها على خدها هيجوا يطبطبوا عليها هيحطوا لها فلوس في البنك. طول ما احنا ماشيين بمنطلق المجتمع احنا رايحين ورا راحت في النار لسه ما راحتش ورا ورا تنزانيا اوريك رسومات لوجي دلوقتي عند خط الاستواء كلنا. انت هتنبهري فاين. انت كان حظك حلو ان حضرتك عرفتي تختاري لبنتك المسلك والطريق الصحيح. لكن المجتمع الناس كلها شايفين شايفين فكرتك. لو حد اهل تاني اقنعوا ابنهم ان احنا مش هندخلك هنا هندخلك هنا مثلا والفكره دي فشلت. ولو حد تاني زي حضرتك اقنع اهله انه هيخش في مكان تاني وفشل يدفع فاتورته بس خلاص. حضرتك بتربي راجل وبتربي ست واحده هتفتح بيت والتاني هيفتح بيت. هو فاتورته لوحده وانا ما صرفتش العمر ده كله وحضرتك بتصرفي عليهم علشان حضرتك بتصرفي عليهم عشان يطلعوا ناجحين. حضرتك بتصرفي عليهم عشان يطلعوا ناجحين ولا بتصرفي عليهم عشان دول اولادك؟ لا بصرف عليهم عشان هم اولادي ويطلعوا ناجحين. يطلعوا ناجحين او يو سبورت وي. بص 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 هطلع من بره بقى ايه هطلع لان انا لو ما عرفتش اعمل اللي انا بحبه مش هعمله صح. لو حضرتك دخلتيني كليه انا مش حاببها تمام انا مش هعملها تمام بس عاملها وحش والله. ممكن انت برضو تكون على فكره في ناس كتيره جدا بتختار شغلانات مش شرط على فكره ان انا اختار شهاده او بكالوريوس او ثانوي اشتغلي بيه ابني. ايوه لان في ناس كتير بتدرس. انت فاهم قصدي؟ تمام بس انا بتكلم في يعني انت والله بتكلم بجد والله العظيم انا بتكلم بجد بس عشان انا بقول ان المفروض انا عشان اعمل حاجه يعني كويسه يعني اي مهندس بيشتغل في 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 مندوب اي حاجه لا مندوب اهو فاتح محلات مش عارفه ايه لان بنسبه كبيره قوي هو دخل هندسه دي غصب عنه. لا صدقني لا مش شرط دخل بمزاجه بس لما دخل ولقى انها مش مبسوط
عمل حاجه ثانيه، واحده دخلت فن تمام وفنون وبعدين لقيت نفسها مش حت مش ما دي حياته خلاص بقى بيزنس وومن ماشي، ما دي حياته يعني، هو يختار وفي الاخر هو اللي هو يختار بس هو يختار ويشيل الليله بالظبط. ايوه طبعا واحنا ما نشيلش الليله وراه الحقيقه تشيل ليه مش عايزه ما تشيليش. ايوه ما هو هيك هو بتحطي اون تراك، بتحطي على الطريق الصحيح، بتربي صح، بتزرعي دين، بتزرعي ثقه في النفس، بتزرعي اخلاق، بتزرعي تمام. تحمل تمام. صبر حبيبي انت هتقع وتقوم وتكمل وكذا. يلا اختار مش انا ربيت كويس؟ ربيت كويس بس ممكن برضو إيه هو مش محتك بالمجتمع كويس زي ما انا احتكيت. ليه ما احتكش ليه؟ ما احتكش طبعا هو لسه صغير. طب ما هيحتك امتى معلش؟ هيحتك بقى لما يكبر ان شاء الله زينا كده يتصدم بقى زينا لما يكبر لما يكبر ناخده على بوزه بقى. ده اللي بيحصل لنا، ده اللي حصل للجيل بتاعنا. لا ده مش كويس خالص. احنا معانا سحر. مساء الخير يا سحر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. انا والده مصطفى مجد. لا تحياتي بقى لحضرتك. مصطفى على الهواء قال ان هو واخواته الاربعه يعني كل واحد فيهم اختار طريق. حدث بالفعل ولا لم يحدث؟ لا حدث بالفعل، وكل واحد اختار له حاجه وكده، بس هو كان يعني ليه اختيار معين، فوالده وانا قلنا له الاختيار اللي انت اخترته دوت هو ده يا حياتك، مالناش دعوه بيك، نجحت فشلت مالناش دعوه. والدتي من هنا. فهو كان اختار لانه هو اصلا بيلعب كوره وعايز يسافر بره، فقال انا هختار الاسبانيا عشان اسافر بره اسبانيا واكون بنيت مستقبلي. طيب وهنفترض دلوقتي يا مدام سحر بعد اختياره حضرتك لقيتي ان مصطفى فشل في اختياره، لقيتي ان نتيجه اختياره كانت لا قدر الله الفشل، حضرتك كنت هتعملي ايه ساعتها؟ هخليه بقى هو بقى يجرب مع نفسه اي حاجه ثانيه، اي يعني حاجه ثانيه ياخد يتحمل هو المسؤوليه. اكيد لازم هو، لان هو اللي اختار في الاول. وحضرتك ربيتيه هو واخواته على نفس الطريقه؟ نفس المبدا. انا بنتي برضو دكتوره اللي في التجاره اللي في هندسه، كل واحد اختار حاجه مع نفسه. اللي نجح نجح، اللي ما كملش فخد سكه ثانيه، فكل واحد بيختار اللي بيختار. شكرا مدام صح. حضرتك احنا ده ايش ودش وارزي اس ايش وايش ليه بدش ومش عارفه ايه ده 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 و1200 جنيه ومحتاره وطول الليل ومش عارفه تروح فين وجايه منين والحقيني يا ماما ده ايش بشت ودوش بشت والكلام ده ده هو انا ليه حاسس ان حضرتك مركزه في العائد المادي اكتر من راحه ابنك؟ خالص بالعكس، انا لو كنت مركزه في العائد المادي لا ما انا لو كنت مركزه في العائد المادي كنت دخلتها ايش ده بدش واللي انت عايزه. انا هاخد فلوس كتير. احنا اول حاجه بوظنا اللغه. معانا همسه. همسه قطعت. طيب كمل تمام. فحضرتك دلوقتي انا حاسس ان حضرتك مركزه. لا مش حاسس خالص والله، ما هو دوت ما كانش طريقي خالص اني طب. انا الفلوس والسالري ده تماما. لا احنا معانا ريهام بقى عشان همسه. يا ريهام. يا رضوى ازيك؟ يا ريكو يا رضوى بحبك جدا. انا بحبك اكتر، بحبكم كلكم بجد. انتوا اهلي، انتوا اهلي والله العظيم اهلي. ريهام انت مع ولا ضد ولا بيحصل ايه؟ انا ضد الفكره خالص. انهي فكره فيهم؟ الفكره اللي انا اصلا انا كنت جايبه في اولى في ثالثه اعدادي كنت جايبه 94 و6 من 10. حلو. بابا كان عايز يدخلني مباراه كول وانا رفضت خالص، قلت له لا يا بابا انا مش انا هخش ثانوي واكون قدها. صممت ان انا اصلا بابا في الاخر قال لي انا اخواتي قال لي لا خلاص حرين بقى. ايوه دخلتي اللي انت عايزاه؟ بس اخواتي لا، دلوقتي في اخواتي برضو هو رفض الفكره خالص. وعرفوا يسيطروا مع بابا؟ لغايه دلوقتي مش عارفين. لحد دلوقتي لا، بس اكيد مكملين. اذا انت ضد فكره تدخل الاهل في التعليم. شكرا ريهام. انا مش عارفه افيدك ازاي. لا ما تفيدينيش، انا ساعدت نفسي ازاي؟ ساعدت نفسي وساعدت اي حد. بص برضو عندها فكره، هنتقابل بعد كتير بقى بالثلاثه التانيين. هنتقابل بعد كتير معاهم، ولسه زين ده اربع سنين. ربنا يوفقهم طبعا. هو انا اتمنى لهم لا هو يتمنى احنا كلنا معاهم خير. احنا بنسمع الناس بس. انا لسه هفضل مسيطره. حضرتك بصي، حضرتك دلوقتي في فكرتين، حضرتك عايزه تفضلي مسيطره تمام وبتركزي في العائد المادي. لا والله ما ركزتش في العائد المادي. مش محتاجه تحبي الاستاذه رضوى. الاستاذه رضوى اللي قالت احنا اهم حاجه نشتغل ونجيب سالري. ماشي ماشي ده بلس. ان هي انا كنت عايزه اوفر التعب اللي هي هتتعبه في الثانوي، وهتقدر توصل من طريق تاني ومن اتجاه التاني، وهتعلى وهتبقى حاجه كويس وهيبقى ليها منصب كويس، هتختصر الوقت. وده عملته. هي بتختصر. انا مش عارف اقول ايه يعني. هتختصر لها وقت والغلط والمجهود الغلط والفرص. هي مش مني انها مجهود غلط.
خبرتك يا ام مفيش الكلام ده لا معلش الامومه برضو مش ببلاش يا جماعه طبعا انا ما بقولش حاجه اللهم الايه والابوه عايز اقول لك ان 1 في المليون 1% وليه ما تبقاش هي 1% ده ولا 1% حاجات مشرفه كتير ما شاء الله اللهم بارك عندها هندسه وعندها طب فهي على فكره كل شيء شريف مشرف ماشي انا بتكلم في ان هو كان لازم النجاره مشرفه والهندسه مشرفه والطب مشرف والتكاتك مشرفه والميكروباصات مشرفه ما هو ده مشرف ماشي بس هم اتخذوا طريق صح ووصلوا له صح مين اللي يقول ان هو صح مين الام والاب اللي هم معلش احنا مش عايشين لهم ما انا النهارده هقول لها تعالي يا بنتي روحي اشتغلي هتخشي هندسه تمام هتخشي طب هتطلعي طبيبه هتطلعي دكتوره اطفال تمام دخل الطب مش بتشوفي حضرتك مش بتسمعي حول العالم كله ان في دكاتره بتعمل كوارث لانها مش مركزه في مهنه الطب لان هو بيشتغل طبيب الصبح وبلوجر بعد الظهر اكيد لسه كان في حادثه من شهرين ثلاثه في امريكا حاجه شبه كده ايوه وكان حلو. في حد كتير كده مش لو انا بقى عملت الطفل بالطريقه دي او الشاب بالطريقه دي ومت انا ما هو ممكن برضو يديله خبرته اللي هو عايزها اللي هو هيموت ما انا هحاول انا هروح اديله خبره انا هموت برضو يعني ليه هنقعد ندي خبره طب ليه ما نسيبش ابننا يكسب الخبره زي ما حصل معايا زي ما اهلي عملوا معايا مع ان انا اصغر واحد بقول لحضرتك يعني انا اصغر واحد ف اترميت عادي واخدت خبره واخدت خبره من اخواتي عايز اقول لك على حاجه انت برضو ليك اتجاه تاني ان انت هتبقى في حاجه كوره وحتى لو ما بيلعبش كوره حتى لا 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 لا, لا, لا واحد شاب في سنك ما بيلعبوش حاجه بس حاجه كويسه احنا بنتكلم في الجنريشن اللي احنا فيه في العهد ده واحد في سنك دلوقتي ما بيلعبش كوره وراح دخل وعلى فكره ادبي صعب انا بشوف الادبي انا بالنسبه لي انا في السيستم الجديد ده اللي هو ما اعرفش السيستم الجديد بس انا كنت شايفه بالنسبه لي ان الادبي الفلسفه ومش عارفه ايه وكذا انا كنت شايفاه بالنسبه لي صعب انا كنت شايفه ان العلم رياضه والرياضه واحد واثنين وبتاع اسهل انا بالنسبه لي كشخصيه فاين طيب نيجي بقى النهارده في هذا العهد اللي احنا فيه شاب حضرتك عندك 18 سنه حلو وما بيلعبش رياضه قاعد على القهوه خارج مع اصحابه ما دي بتاعه الاهل بقى لا بقى ما دي بتاعه الاهل بقى الوزوز ها والليلو بقى واللولو ما دي بتاعه ما هو لو متربي كويس بقى بس ما دي بقى هو لو متربي كويس على فكره برضه يخلق من ظهر العالم فاس بيخرق من ظهر فاسد عالم برضه ما ترميش كل حاجه على الابناء الام والاب طب ما حضرتك كده حضرتك بتنتقي بتنتقدي اللي حضرتك بتقولي احنا انه لو احنا طبقنا هذا المثال انه يخلق من ظهر العالم فاسد فحضرتك النهارده يا استاذه رضوى على ايه على اللي هو بيقوله ايه بنتكلم على ايه ان هو لو ساب التعليم وراح للبنت الفلانيه والام اللي هتسيب فانا بقول له مش شرط ان الام والاب يبقوا وحشين في الوقت دوت ايوه يا فندم احنا بنتكلم انه الاختيار هو اختار غلط والام والاب ما عرفوش يسيطروا طب احنا كان ندخل بقيه التليفونات عشان احنا للاسف وقت الفقره همسه رجعت تاني حبيب قلب مامي يا همسه انا اسفه همسه لا همسه بقى لا همسه قاعده تنسى على التليفون عيب يا جماعه لا شكلنا وحش قدام همسه اروح فين همسه هي كده قاعده تطلع على سبورت للفكره بتاعتي فعادي يعني احنا عايزين بس حد يساندها كده لا 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 عشان لا 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 همسه مش عايزه الحمد لله على السلامه يا هموسه الله يسلمك والله انا بحب حضرتك جدا هاتي بوسه هاتي بوسه همسه هاتي بوسه حبيبتي هاتي بوسه همسه حبيبي انت مع مين ضد مين يا ماما؟ لا انا ضد ان الاهل يدخلوا في قرارات الاهل عشان انت ايه؟ ده كل خليهم 5-1 خليهم 5 ما تعمليش والله ما عارفه اعمل ايه ما تعمليش طب ما غيرتيش رايك خالص وهكمل مع الثلاثة ما غيرتيش راي الناس لا وهكمل مع الثلاثة ربنا يكون في عونهم طب نشوف هبه يمكن هبه تسند لا ما تسند هبه ابوشي هبه طبعاً هبة حبيبي فرح عشيشي جامد يا هبة يلا يا هبة قولي لي بقى مع مين ضد مين مع مين راح فين والله بصي انا ضد تدخل الاهل لان انا عانيت من الموضوع ده عانيتي ازاي يا هبة عانيتي ازاي بنتي خدت الاعدادية ها قالت لي انا يا ماما عايزه ادخل سياحه وفنادق انا قلت لها لا سياحه وفنادق ايه ثانويه عامه الثانويه العامه احسن ايه وقعدت من هنا لهنا ودخلتها اكبرتها انا دلوقتي اللي بعاني بقى في المذاكره هي دلوقتي وصلت في ثالثه وبعاني معاها في المذاكره اختارت غلط هي اختارت غلط تماما واحده عايزه تدخل ثانويه فندق سياحه وفنادق
هي مش عايزه ثانويه عامه، اروح اوديها ألسن الماني. انا بقى سهلت لها، مش رحت صعبت لها. اديتيها عند السمبلوين. ولا انا ما بحبش. هو انا بس انا عايزه اسمع تاني اللي اتقال، انا ما سمعتش اي حاجه. يعني هبه عانت كأم بنتها عايزه تدخل سياحه فنادق، سياحه فنادق، قالت لها لا هتخش ثانويه عامه، هتخش ثانويه عامه بتعاني بس انت بتلطم على وشها دلوقتي في الخلفيه. معلش طب ماشي هجي 5-0 ماشي خمسة صفر. ده برضو عاني. ده برضو كبار وصغيرين يا مي، الموضوع ما غيرتيش رايك خالص. هي عانت علشان هي اخترت لها غلط، انت ما خدتيش بالك ان هي عرفت ان كل ام هي سيطرت على بنتها بالغلط. لا لا حضرتك يعني عارفه منين ان اختيارك ده صح؟ اها علشان انا جربته. وايه طب محمد رسول الله؟ طب حضرتك ايه شعرك في الثلاثة التانيين؟ لحد دلوقتي بص بص هيبقى اختيارك فيهم صحيح. بص بس عشان تبقى متفقين، من خاب من استشار، يعني انت اي حد استشار مش هبط بالباراشوت على يعني كده بطاطه كده بطاطه ونجحت 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 ونجحت. حظك الحلو في الاولانيه، الثلاثه التانيين يا حاجه هم شايفين اختهم حلوه عايزين ان انا اللي اختار. شفتي بقى هو حضرتك تقعدي ما بين يعني تقعدي مع بنت حضرتك تشوفيها بينها وبين نفسها كده راضيه عليا في ده؟ راضيه جدا طبعا، راضيه جدا جدا جدا. موضوع والله كبير. ليه ما ترضاش؟ الموضوع صعب قوي. ليه ما ترضاش؟ يعني ما يعني انا مش عارف، هي ممكن تكون شخصيات بس عارف لو كانوا يسمحوا ببقى داخل انام كده وانا مجبر في حاجه وحشه قوي في الهوا ان احنا نطلع صورها اللي هي دلوقتي بترسمها وبقت متفوقه ازاي. هوري لك ده، اوري لك في الفاصل. اكيد مش هتدي لده غير وهي راضيه بقى، راضيه رضا كامل. ده دلوقتي بقى خلاص على فكره ممكن تكون حصل توافق يعني هي خلي بالك بقى، وهي برج الدل زيك يعني كمان، هي برج الدل. اتصرفت انت لا ما اقتنعتش، لا مش هيقتنع ولا هو هيقتنع ولا انا هقتنع. يعني احنا 5 مكالمات لغايه دلوقتي كلهم معاك. مش ممكن نفهم السوشيال ميديا الفيسبوك بتاعنا يا جماعه ايه اخباره ايه؟ عشان الانترنت عندي انا مش جايه اقنعك ولا انت جاي تقنعني، انا جايه مصممه على رايي وانت جاي مصمم على طب رأيي. استنوا هنسيب صلوا على النبي يا جماعه. السلام بقى ايه، انا مش مصممه على رايي لوحدي يعني المكالمات دخلت وسمعنا. يلا انا دخلت انا دخلت انا دخلت. حد بيجيب في سيرتي. كل بتوع الامهات دلوقتي مش عارفين يقولوا ايه. فيسبوك وحش الدرجه دي ولا ايه؟ ممكن ميه؟ اهو لقيت ال هاتي يا ست الكل، تسلم ايدك. الله اللي بيجيب في زيرتي بسوق يحتار حرسي. حسبي الله ونعم الوكيل اهو على الهوا منه له عشان انا عارفاك واحد واحد كنت هتموتوني على الهوا ولو ربنا كاتب لي عمر جديد. يلا فتحت البوست فتحت البوست. انا مع الراي الوسط ان الابن وابنه ليهم يقرروا هيخشوا انهي جامعه او يبقوا علمي او ادبي حسب ميولهم. ادي واحد. لا طبعا ضد، لازم كل واحد يختار الحاجه اللي هو حاببها هو. سبعة. ضد اكيد مع فكره تدخل الاباء بس في حدود تقديم الاباء خبراتهم وتجاربهم أهو. ومع ايضا احترامنا لرايهم. دي ما تتحسبش. ليه ما تتحسبش؟ ليه لا تتحسب؟ ما دي في النص واحد لا بس بتحس. ما دي في النص ما هو سحب كلامه فجاه. سحب كلامه ازاي يعني؟ اداكي كده واداكي عند البراميل وقال لك لا تعالي ارجعي تاني. خد العوامه. دي ما تحسبش، دي ما تحسبش. كده يلا اللي بعده. لا طبعا انا ببقى عندي حلمي ان انا ادخل الكليه اللي انا عايزها فاكيد انا من حقي اختار. طب ضد اعطاء النصيحه فقط ولهم الخيار. لا مش هعد بقى خلاص بقى كفايه. معاهم انهم يحددوا ليهم انهم لازم يدرسوا. لا انا مش عارف خلاص انا هنهي الفقره. ليه بقى دي. ليه بقى اصل يعني أهو. صراحه الموضوع اهو بقى الموضوع ليه يعني. ليه معاهم انهم يحددوا ليهم انهم لازم يدرسوا بس ما يخصصوا ليهم المجال. انا ضد التدخل، انا مع الاقناع بالحجه. متفوق في المواد العلميه او الادويه وفرص الشغل في سوق العمل بالنسبه للتخصص في الاخير قرار للطالب فقط لكي لا يقع اللوم على الوالدين في حاله الفشل.
مودتي رضوى مش سيا رشروشه يا حلوه. هو مش جواز عشان انا مع انهم يتدخلوا بس كنص. هو حضرتك ناويه تتدخلي في الجواز كمان؟ لا طب ماليش علاقه بده خالص تماما. عارفه بقى انت عكس الحكايه. الجواز بقى اللي هو المفروض عارفه بقى يا مي انت عكس الحكايه. لا اصلك هو لما يروح ويغضب مني يقول لك انت اللي جوزتيني. اصل حضرتك الجواز بقى اللي هو عيله وعيله بقى وكل الكلام ده حضرتك هتطلعي منه والدراسه اللي هي هتطلع منه علشان ده اختياره. ده اختياره هو. اختياره الجواز اختياره. النهارده ده نورك يا مصطفى زهران نورتنا. وانا بقول والدتك ووالدك على الهوى ربنا يبارك لكم. يعني مش هنقول ان احنا بنفهم في البني ادمين بس هقول ان الواحد بيبقى ليه نظره. فالحقيقه خير تربيه خير التربيه في مصطفى واتمنى ان بناتي يطلعوا نفس التربيه بتاعته بنفس المسؤوليه بنفس الدماغ بنفس مش عارفه ايه. طبعا باين تلتين الحلقه انه انا مع مصطفى ضد مي ولكن الحقيقه او كتجربه شخصيه انا دخلت مجال الاعلام. انا كنت عايزه ابقى طياره. دخلت مجال الاعلام باختيار والدي الله يرحمه والدتي الله يرحمها ونفعت وبقيت رضوى الشربين ما شاء الله. فما اقدرش اقول والعياذ بالله طبعا انه ولا حاجه. فما نقدرش نقول هي صح لانه هي عندها خبره وانا كمان عندي نفس التجربه بتاعتها. لكن الحقيقه انت حاجه مشرفه جدا والله. انا يعني هشكر فريق الاعداد والله ان جاب لنا 18 سنه نموذج محترم كده. وتحياتي والدك والدتك واخواتك في البيت والجيران والعيله والاهل والشارع وسلام عليكم. خلصت حلقتنا قصه معاهم فقرتنا لو لينا العمر وهقدر اشرب ميه وان شاء الله مش هشرب بكره الساعه 6 حلقه جديده من هي وبس.